بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من الماتش. اليوم الاحد، تاني ايام الاسبوع الرياضي كالعاده باذن الله. لمده ساعتين هنتابع كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا سواء جوه مصر او بره مصر. اهلا بكم ومنورينا في يوم مبارياته كانت كتيره. 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز، 2 الظهر و2 بعد العصر و1 مساء، وانتصارات لاهل القمه الاهلي والزمالك وبيراميدز من غير ترتيب، والثلاثي يعتلي القمة مبكرا بانتصارين في أول جولتين. الأهلي فاز بصعوبة على البنك الأهلي ليفك عقدة بدأت الموسم اللي فات بجولتي الذهاب والإياب، أما الزمالك فحقق انتصارا بنفس النتيجة بل وبنفس اللاعبين بل وحتى بنفس من صنع الهدف الثاني. أحمد سيد زيزو يسجل ضرب الجزاء، وعمر السعيد يسجل من صناعة زيزو ايضا براسيه في نسخه كربونيه من الجوله الاولى. اما بيراميدز فانتصار بطله عبد الله السعيد اللي سجل هدفي انتصار بيراميدز على الصاعد حديثا، والخاسر في المباراتين فاركو وسيراميك كليوباترا يهزم الاسماعيلي بهدفين لهدف في ساعات او قبل ساعات من اعلان المجلس الجديد لقلعه الدراويش اللي عليها شغل كتير جدا في يناير لانقاذ ما يمكن انقاذه. الاسماعيلي أضعف فريق في الدوري المصري بعد انتهاء تقريبا جولتين من المسابقة حتى الآن. تفاصيل كتيرة جدا في الماتش النهاردة في ليلة كبيرة من ليالي الدوري المصري الممتاز بعد ثوان قليلة. يلا بينا نبدأ. بيكم مرة تانية. ولا مباراة فيها تعادل سلبي حتى الآن، والأهداف غزيرة في كل الاتجاهات. 11 هدف سجل النهاردة بعد الخمسة اللي تسجلوا امبارح، فبالتالي 10. أدي عندنا أهداف كتيرة جدا بتسجل في اليوم الثاني من الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز. وأهل القمة يفوزون قبل لقاء القمة. الأهلي يفوز على البنك الأهلي بهدف، والزمالك يفوز هو الآخر في الجولة اللي لعبت النهاردة على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل. انتصارات للفريقين ومعهم بيراميدز علشان يبقى كل واحد معاهم 6 نقاط، ولكن في تفاصيل كتيرة في كل مباراة من المباريات اللي لعبت النهاردة. نستعرض النتائج وندخل في تفصيل كل حاجة منهم. اللقاءات النهاردة بدأت الساعة 3 بلقاء سيراميك كليوباترا مع الإسماعيلي في استاد المقاولين العرب، وفاز سيراميك كليوباترا على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد، والأول لسيراميكا سجله لاعب الإسماعيلي عصام صبحي. اما مصر للمقصه ففاز على الجونه بهدفين دون مقابل. دي المباراه الوحيده اللي ما شفتهاش النهارده الحقيقه، لكن من واقع مباراه المقصه مع بيراميدز في الجوله اللي فاتت، الفريق ده انا قلت انه مش هيبقى فريق تعبان يعني بلغتنا كده، لانه عمل ماتش حلو قدام بيراميدز، والكابتن تامر مصطفى واضح ان هو يعني شغله باين مع الفريق. فالنهارده كسب الجونه 2-0 اللي كان عمل ماتش حلو قدام سيراميك كليوباترا الجوله الاولى. اعتقد ان المقصه يعني مع لاعبين شباب مع جهاز فني جيد وذكي وبيذاكر مش هيكون صد سهل. طلائع الجيش واجه الزمالك في 5:30 وخسر بهدفين مقابل لا شيء، علشان الزمالك يبقى اول الفرق الحاصله لست نقاط. فاركو واجه بيراميدز عبد الله السعيد هدف من ضربه حره مباشره رائعه عدت الخط، والثانيه من ضرب الجزاء. فاركو من ضرب الجزاء سجل هدفا عن طريق رامي صبري، وده أول أهداف فاركو في تاريخه في الدوري المصري الممتاز. أما الأهلي فسجل البديل محمد شريف هدف الفوز على البنك الأهلي المرهق جدا الفريق ده، بعد ما كان كسب طلائع الجيش الجولة الأولانية بـ3 أهداف دون مقابل. طيب نمسك مباراة مباراة، هنبدأ بالأهلي والبنك الأهلي. المباراة اتلعبت النهارده في استاد الاهلي والسلام. الاهلي جاي من انتصار كبير على الاسماعيلي بـ4 أهداف دون مقابل بطريقه لعب مختلفه، بحمدي فتحي بيلعب جنب ايمن اشرف وبدر بنون، بعلي معلول بيلعب ناحيه الشمال، والمره دي بمحمد هاني بيلعب ناحيه اليمين. لكن ما ينفعش يبقى عندك اكرم توفيق وما تلعبوش، فلعبوا في نص الملعب
في مكانه الأساسي برفقة السولية في غياب أليو ديانج الموقوف بسبب البطاقة الحمراء من الماتش اللي فات. وبقى الثلاثي الهجومي زي ما هو، أفشة ميكيسوني بيرسيتاو. البنك الأهلي غير الإسماعيلي، ذاكر اللي الأهلي عمله مع الإسماعيلي، فالكابتن خالد جلال عرف إزاي يواجه الأهلي بطريقة اللعب دي، فضيق الخطوط والفريق ما بقاش بيلعب على تسللات، فما سابش مساحة لسرعات أجانب الأهلي، بتكلم على ميكيسوني وبيرسيتاو إن هي تهدد، فخلص الشوط الأول والبنك الأهلي أكثر قدرة على السيطرة على اللي عايزه، يعني عارف يوصل للي هو عايزه، أنت ما هددتنيش، ما تعبتنيش، وأنا كده كده بدافع ولو في كاونتر أتاك أعمله. وعمله فعلاً وكاد يسجل عن طريق بسيوني في الشوط الأول من المباراة. رجع موسيماني للطريقة بتاعته، فنزل محمد شريف، وكلنا كنا مستنيين شريف اللي هينزل ولا حسام حسن زي الماتش اللي فات، فنزل شريف شاط السولية وتابع محمد شريف بعد الكرة ما سقطت من يد محمد الزنفري حارس مرمى فريق البنك الاهلي. اللي معانا على التليفون عشان ما نطولش عليه وبعدين نبقى نحكي تفاصيل اكتر. كابتن زنفري اهلا بيك. حبيبي يا كابتن هاني، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام والله، كله بخير الحمد لله. هارد لك بعد الخساره النهارده قدام الاهلي. يلا الحمد لله ان شاء الله تتعوض في الجاي باذن الله. المباراه الاولى كلمناك بعد تفوق ونظافه شباك في اللقاء الاولاني النهارده، بشكل كبير تسأل عن الهدف اللي استقبلت البنك الأهلي الشباك بيه. لا يا كابتن، انت لو اتفرجت على الكوره، الكوره جت عكس اتجاهي. هي غيرت اتجاهها سنه كده. ايوه، انا رايح على اليمين والكوره كانت سريعه. انا رايح على اليمين فهزق خلاص هطلع، راح جاي عكس اتجاهي. لما رديت الرده دي رجليها علقت في الارض. خدنا بالنا. فنزلت ورحت نزلت بقى، فرجلها وقفت في الارض. صح، خلاص بقى انا عايز اقوم، ما لحقتش ان انا اطلعها. ايوه، الخساره بالنسبه لكم الحقيقه ان انتوا كنتوا عاملين مباراه حتى بعد التاخر بهدف كبيره، وكنتوا قادرين حتى على ادراك التعادل في اللقاء النهارده. انت شايف الماتش ازاي ككل، واللي الكابتن خالد جلال قاله لكم سواء بين الشوطين او بعد المباراه؟ والله احنا كنا مفقودين كويس قدام الاهلي ومذاكرينه كويس جدا. عارفين طرق لعبهم وعارفين من اللعيبه الافارقه المختلفه عندهم صراع، فهم بيعتمدوا على الكرات البينيه بورا الخطوط. فذاكرنا الطريقه ولعبنا بثلاث سيرتيفاكات ورا، ولعبنا بسيوني باك رايت بس متقدم شويه. ويعقوب نفس الكلام. في حاله الدفاع هم بيضموا معانا، بنقفل بنرحل تحت الكوره، بنستغل هجمه المرتده. الشوط الاولاني عملناها كويس، بس الكوره اللي بسيوني اللي ضاعت. الاهلي الشوط الاولاني ما راحش الا فرصه واحده يعتبر، اللي انا اللي عامل البند شدها. ايوه، كل شغل عرضيات، بس كنا ماسكين كويس حتى الشوط الثاني لغايه كوره الجون. حاجات عرضيه حتى الكوره دي فيها توفيق غير طبيعي، يعني لو اتعدت 15 مره يعني مش هتبقى كده، رجليها تقف وتعلق في الارض. ان انا ارد الضمه كانت هتتمهدل بالكره دي. مظبوط، انك ترد مظبوط، يعني كان واضح ان بعد ما الكره خلاص عليت بعد اول رده او اي محاوله ليك انك تقوم كانت تبقى خطر عليك. جات لي ماتش الجيش بس تحت شويه، قدرت ان انا يعني اغير اتجاه الثانيه. ايوه، دي خانتني ان هي فوق شويه. ايوه، حتى انا رحت بايديا الاثنين، يعني انا لو في اتزان شويه هشيلها بايد واحده من فوق، بس ما يعني هي فيها توفيق غير طبيعي. ايوه، بعدها الاهلي جه علينا بكام فرصه، واحنا وصلنا وضيعنا كام فرصه الشوط الثاني، كنا نقدر نتعادل. بس الحمد لله في توفيق غير طبيعي يعني، بس الحمد لله كنا ند كبير وفرقه كبيره، فرقتنا ولاعيبه رجاله واحنا اشتغلنا ونفذنا شغل الكابتن خالد، بس في فرص ومحمد دلال ضيع واحده مظبوط، فكنا كويسين واداء كويس، وان شاء الله اللي جاي ان شاء الله يبقى احسن. انتوا فريق محترم وتستحقوا التحيه الحقيقه النهارده على المباراه اللي لعبتوها قدام الاهلي. بقول لك هارد لك مره ثانيه كابتن محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الاهلي اللي خسر امام الاهلي بهدف دون مقابل. الحقيقه انه الاهلي دي تعتبر اللقطه الاخطر، لقطه الهدف لحد الهدف دي كانت اللقطه الاخطر، تصويبه من عمرو السوليه بعد تمهيده من أفشل، كل توقع يشوط لكن ظهر
الهاب ديفندرات بتاعت البنك الاهلي، فقفشه ما طمعش فيها فهيئها لعمرو السوليه. عمرو السوليه شاط شوطه قويه جدا، غيرت مسارها في طريقها بدون اي لمس من اي حد، فجت بالشكل اللي وصفه الزنفالي وطلعت. وهي نازله كان محمد شريف اللي ظبط نفسه كمان على التسلل مرتين، ظبط نفسه في التسلل الاولاني اللي هو لما كان قفشه هيشوط كان بيتقدم، لا قفشه ما شطش راح رجع خطوه وصلت للسوليه بدا يتحرك وهو بيشوط فما كانش متسلل. والحقيقه ده تحرك نموذجي من مهاجم ذكي جدا، ومن كمان من الاجتهاد، يعني انه اللاعب يقعد دكه ماتشين متتاليين فاول ما ينزل ب10 دقائق الماتش الثاني يسجل الهدف وكمان هدف الفوز. فكانت لقطه ايجابيه جدا بالنسبه لمحمد شريف وقنص النقاط الثلاث قدام فريق مرهق جدا تعامل بذكاء شديد قدام الاهلي. بعد الهدف اللي تقدم بيه الاهلي ساب المساحات للبنك الاهلي، بدا يضغط ومن ورا اكرم توفيق وعلي معلول بقت فيه خطوره، وتحديدا ناحيه اكرم توفيق وبقت فيه خطوره وبعض الاخطاء في الارتكاز بالنسبه للتمركز بالنسبه للعيبه الاهلي. هدد البنك الاهلي مرتين ثلاثه ابرزهم بتاعت محمد هلال تالق علي لطفي في صدها بقدمه، فانتهت المباراه بنتيجه 1-0 ومع محاولات في النهايه للاهلي. حسين الشحات اللي نزل كبديل عمل نشاط ناحيه هجوم الاهلي ناحيه اليمين، لكن نهاية المباراة بالشكل ده انتصار مهم جدا للأهلي قبل مواجهة القمة اللي قدام الزمالك يوم الجمعة اللي جاي، وبالتالي انت داخل مباراة تحصد فيها النقاط الثلاث تبقى متصدر منفردا. نفس الأمر بالنسبة للزمالك اللي هنتكلم عنه، لكن بعد ما نستعرض تشكيلة الفريقين موسيماني وخالد جلال. موسيماني النهاردة كانت تشكيلته كالتالي: في حراسة المرمى علي لطفي لآخر مرة غالبا يعني قبل عودة محمد الشناوي في اللقاء المقبل، قدامه الثلاثي بدر بنون وأيمن أشرف وبينهما حمدي فتحي. بدأ محمد هاني ناحية اليمين فانضم أكرم توفيق برفقة عمرو السولية بدلا من أليو ديانج الموقوف بسبب الطرد لكنه كان موجودا في المدرجات. علي معلول ناحية اليسار، في المقدمة أفشة وبيرسي تاو وميكيسوني. والتشكيلة دي ما كانتش قادرة على اختراقات كتيرة لدفاعات البنك الأهلي اللي كان عامل يعني خطوط متقاربة وكان مقرب من منطقة جزائه، فكان مصعب على الأهلي. العرضيات الكتيرة ما كانتش بتوصل لمهاجمي الأهلي اللي هو بيرسي تاو اللي كان بيحاول يتحرك من بين الخطوط أو من الأطراف، لكنها كانت محاولات غير ناجحة. فكان على موسيماني أنه يعمل تغييراته، وبالفعل مع أول تغييرة في بقى تحركات شريف اللي هو المهاجم المهاجم نجح في أنه يسجل من تصويبة السولية. بالمناسبة هدف السولية أو يعني تصويبة السولية شبيهة بهدف السولية في عهد فايلر في مرمى حرس الحدود، برضو المباراة كانت متأزمة خالص فشاط هدف متأخر برضو من نفس المنطقة، وهو تصويباته الحقيقة لما بيعتمد عليها بتبقى مؤثرة بشكل كبير، فكانت لقطة المباراة. على الجانب الآخر الكابتن خالد جلال دفع في حراسة المرمى بالزنفالي وبثلاثي في نص الدفاع أمير مدحت وأحمد ياسين وعاصم صلاح، ومحمد بسيوني لعب ناحية اليمين كوينج باك ويعقوبه ناحية الشمال كوينج باك، وده أهم لاعبي فريق البنك الأهلي النهاردة دفاعا وهجوما تحديدا. أي هجمة مرتدة كان بيبدأها البنك الأهلي كانت بتكون من خلال يعقوبه، سريع مهاري بيعرف يضم في العمق بشكل جيد، فكان بيخدم مع فادي فريد ومع محمد هلال لما بيتغيروا قدامه، فكان عامل خطورة على الأهلي وقت هجمات البنك الأهلي المرتدة. محمود سيد ومحمد فتحي وأحمد سعيد، وفي المقدمة كان محمد هلال وفادي فريد، واتغيرت بعد كده الطريقة مع تغير طريقة الأهلي. يعني الأهلي لما نزل محمد شريف وخرج محمد هاني، نرجع تاني تشكيل الأهلي ثانية واحدة، محمد هاني لما خرج راح أكرم توفيق ناحية اليمين ونزل محمد مجدي قفشة، فبقى بالتالي 4-2-3-1 عادي. حمدي فتحي ضم برفقة السولية فبقت المقدمة قفشة وموجود قدامه وعلى جنبينه بيرسي تاو وميكي سوني، وفي المقدمة محمد شريف. ودي كانت الطريقة اللي كمل بيها الأهلي حتى مع إجراء التغييرات بخروج الأجنبيين بيرسي تاو وميكي سوني ونزول بعد كده حسين الشحات في تشكيلة الأهلي برفقة أحمد عبد القادر، وبعد كده عمار حمدي نزل مكان محمد مجدي قفشة ولعب برضه في نص ملعب عشان يملى الحتة دي بنشاطه سواء هجوما أو دفاعا. رد عليه الكابتن خالد جلال بقى أفضل بعد تقدم الأهلي، لأنه نزل أسامة إبراهيم فرجع يلعب بطريقة 4-4-2، بقى محمد هلال مهاجم برفقة فادي فريد، خرج فادي فريد نزل أسامة فيصل يعيبه إن هو استلم كرة حلو وخطر لكن شاطها بجوار القائم،
وبعدها استلم كوره كانت ممكن تحطه في انفراد، لكن استلامته للكوره ما كانتش ايجابيه فلم ينجح في التسجيل. والحقيقه انه عجبني جرأه البنك الاهلي في اواخر المباراه، وده المنطقي انه مش هيبقى جريء قبل الهدف، فكان جريء بعد الهدف وكان خطيرا. ولكن الاهلي علي لطفي تالق في لقطتين، ودفاع الاهلي بعد كده عرف يشد البنك الاهلي للقدام، فعرف الاهلي كمان ان هو يهدد وكان قريبا من تسجيل هدف ثاني. فهي بشكل عام مباراه جيده حلوه ممتعه، فاز فيها الطرف الاحق بالانتصار. طيب خليني اروح للمباراه الثانيه، هي مباراه الزمالك وطلائع الجيش، عشان ناخد الحالات التحكيميه وبعد كده نتكلم عما بعد المباراتين. يلا بينا. طيب الزمالك النهارده كان بيلعب مع طلائع الجيش، وكانت المباراة في الخامسة والنصف، وبرضه بحضور جماهيري. عجبني الحضور الجماهيري في ماتش الأهلي، وحشتنا الهتافات دي، وحشني هتاف تحديدا التالتة شمال، لأنه كان يعني الهتاف الشهير اللي بيرج الملعب في السنوات السابقة. النهاردة في مباراة الزمالك مع طلائع الجيش، طلائع الجيش بيلعب مباراة بعد ما توج بالسوبر، خسر 3-0 الماتش اللي فات من البنك الأهلي، فبيلعب قدام الزمالك للتعويض. ولكن نجح الزمالك من خلال أحمد سيد زيزو في انه يسجل ضربه جزاء حصل عليها عمر السعيد بعد ما تعرض للدفع من علي الفيل لاعب فريق طلائع الجيش. زيزو سجلها 12 ضربه جزاء مع الزمالك، 12 هدف مع الزمالك من ضربات جزاء، وبذكاء وتغيير زوايا وتكنيك حلو وهو بيشوط ضربات الجزاء، فكانت الحقيقه لقطه ايجابيه حتى وان كانت ضربه جزاء. اختلف على ضربه الجزاء، توقف فيها الفار دقائق طويلة بقرار من الكابتن أمين عمر اللي في النهاية قال الكرة مش ضربة جزاء، لكن الفار قال له تعالى فبص فقال ضربة جزاء. فتحت المباراة شوية، الزمالك كان جيد، رجع فريق طلائع الجيش للمباراة بعد ما نزل زولا مكان أنتوي المصاب بسبب التحام مع محمود علاء، وكان خطير طلائع الجيش في الدقايق المتبقية. الزمالك قتل المباراة بهدف طارق حامد، كان ليه دور كبير قوي فيه بطوليه دقيقه لاحمد سيد زيزو اللي لعبها عاليه او من فوق المدافع الباك ليفت محمد ناصف لعمر السعيد اللي لعبها راسيه في مرمى محمد بسام. كسب الزمالك 2-0، وده انتصار مهم جدا قبل القمه، بيدخله وهو بدنيا جيد وعلى مستوى السيطره والاستحواذ كان جيدا في المباراتين، وبالتالي مباراة نراها من دلوقتي كده قوية يوم الجمعة اللي جاية بين الأهلي والزمالك. هتكلم عن تفاصيلها بعد ما رحب الكابتن توفيق السيد خبيرنا التحكيمي. كابتن توفيق أهلا بيك، منورنا. استاذاني حبيبي ده نورك طبعا، وتحياتي ليك وللسادة المشاهدين المحترمين. منور الدنيا كلها كابتن توفيق. ده نورك يا حبيبي، ربنا يخليك. النهارده يعني حصل تفاوت في ردود الفعل على ضربة جزاء الزمالك، هل تراها صحيحة بقرار الكابتن امين عمر اللي رجع للفار، ولا ايه رايك فيها؟ طب خلينا نقول ان امين طبعا ربما يكون كان شايف اللعبه بشكل افضل، وبعدين جاله استدعاء عبر كوميونيكيشن سيستم من حكم الفار انه يطلع يشوف اللعبه في احتماليه ركله جزاء. انا دايما بقول يعني ان لابد ان الحكم اذا كان هيروح يشوف الشاشه لابد ان يشوف قرار او يشوف لقطه تغير قرار. لقطة تغير قرار. تمام. أنا من وجهة نظري المتواضعة كحكم سابق إن مثل هذه الألعاب ألعاب خفيفة، أنا بشوفها ألعاب خفيفة. يعني حتى لو في حط إيد أو غيره أنا بشوف اللعبة دي من الألعاب الخفيفة الحقيقة، وكنت همشي مع قرار أمين عمر الأولاني اللي هو ما احتسبش فيه ركلة جزاء، همشي معاه بشكل كبير جدا. أيوه. لأن أنا بشوف إن الدفعة أو الزقة أو السندة دي لا ترتقي لمستوى ركله الجزاء. طيب امتى بنصفها بان هي دفعه خفيفه ما ينفعش توصل لان هي تبقى فيها يعني خطا، او ان هي دفعه تستحق الخطا؟ في معايير كثيره جدا لهذه الالعاب، وخلينا نتفق على شيء ان الاتحاد الانجليزي نفسه السنه دي صنف بعض الالعاب الخفيفه اللي لا ترتقي مستوى، رجع للسنه اللي فاتت قال لك لا في حوالي 136 ركله جزاء احتسبوا بركل بحاجات خفيفه طفيفه سماها كده. فاعادوا النظر في هذه في مثل هذه حساب ركلات الجزاء. واخد بال حضرتك؟ انا بشوف ان هذه اللعبه من ضمن الالعاب، انا كنت زي ما قلت لحضرتك همشي مع قرار امين ان هذه اللعبه انا بسميها كمان لا ترتقي لمستوى ركله الجزاء. انا بشوف يعني ضعيفه اللعبه بالكوره بلغه الكوره وبلغه التحكيم. لا اللعبه ضعيفه، قرار امين الاولاني حقيقه قرار صحيح، لكن انا كنت اتمنى ان هو يتمسك بقراره.
اه طبعا هو ما عندوش تمام. حاجه اضافه حكم الفيديو للعبه يعني. طيب هو طبعا ما دام ندهله معناه انه نقول له، بيقول له تعالى في احتمال تكون ضربه ده جزاء، احتماليه في واقتنع النهايه، بده الكابتن امين هاني. عمر. اه طبعا في النهايه، في النهايه حتى لو امين راح شاف وما اقتنع، هو في النهايه قرار امين هو مظبوط اللي مظبوط هيطبق يعني. مظبوط. طيب صحيح. خليني اسالك على المباراه ككل، هل فيها اي لقطه تراها تستحق التعليق من جانب حضرتك؟ لا هو الحقيقه امين ادار المباراه كامل جمال واحمد حسام طه، ثلاث حكام من منطقه القاهره طبعا، حكام محترمين. اولا المباراه بشكل محترم، لياقه بدنيه عاليه، تمركز صحيح في اغلب فترات المباراه الامين عمر، الرايات في محلها جميعا. اعتقد المباراه ما كانش فيها مشاكل تحكيميه الحقيقه، غير اللقطه الجزائيه اللي هي احنا خدنا فيها برضو في مراجعه الفار وقت طويل يا هاني. ايوه انت عارف في العاب احنا خدنا وقت طويل جدا في اللعبه. اتمنى ان شاء الله ان الفتره اللي جايه دي الحكام تكون في سرعه في اتخاذ القرار افضل من كده. طيب مباراه الاهلي مع البنك الاهلي، هل عندك تعليق على اي قرار فيها؟ وانا قبل ما اسال حضرتك على لو هتقول رايك، يعني انا بس عندي ملحوظه ان البنك الاهلي طلب بكرتين ان هو يشوفهم الحكم. واضح ان الكابتن محمود عاشور سمع ان القرار لا اكمل زي ما انت، فتمام. لكن انا بتكلم بقى، دي وجهه نظري انا، انه ليه احنا ما نشوفهاش اللقطات دي؟ ليه ما تتعادلناش؟ عادي من حقنا ان احنا نتفرج، والحكم كده كده قرر، وواضح انه سمع الفار كمان، فادونا بقى احنا حقنا. الكاميرات ممتازه، اللقطات بالاعادات روعه، فليه في لقطه تعدي من غير ما نشوفها؟ ما تعيدوا لنا اللقطات يا جماعه، انا مش عارف ليه مخرج يعيد لنا لقطه ومخرج تاني ما يعيدلناش. ما تعيدوا لنا كل اللقطات الجدليه او اللي عملت رد فعل جوه الملعب، وخلي الحكم يحكم براحته كده كده، لكن احنا كمان من حقنا كمشاهدين مع الاعادات والزوايا الكتيره للكاميرات، والحقيقه دي حاجه ممتعه. انا بشيد باي مسؤول خلى الدوري المصري السنه دي ينقل بهذه الطريقه اللي مخليه الماتشات حتى عارفين نستمتع بيها وموصله صوره حلوه. هل اي قرار في مباراه البنك الاهلي والاهلي يستحق التعقيب من حضرتك كابتن توفيق؟ كان عندي فيه قرارين مهمين جدا طبعا. انا يعني في نقطتين مهمين جدا احب اقولهم لحضرتك. اتفضل. ان مش شرط ان الحكم، عفوا، مش شرط ان حكم اللقاء عبر كل توقف لو في مراجعه مع 100% حكمي الفار ان هو يطلع يشوف، لا هو بيجي له تاكيد. مظبوط. بيجي له كونفيرم ان اللعبه دي فيها او ما فيهاش، لو صح. فيها هيطلع يشوف، لو ما فيهاش خلاص. صح. تمر اللعبه، زي ما بنشوف في جميع انحاء العالم. 100%. لكن خلينا نقول يعني الهدف بتاع محمد شريف زي ما حضرتك اشرت، الكاميرات الحقيقه ما فيش كاميرا واحده جابت الهدف، صحه الهدف طبعا انا همشي هنا مع قرار الحكم والحكم المساعد ان احتساب الهدف هو قرار صحيح. لكن انا ما عنديش زاويه رؤيه تخليني ان انا اغير قراري، انا كتوفيق سيد او انا كمشاهد ما عنديش زاويه رؤيه. لا انا شفت، لا في اعاده كانت في اعاده واحده من ناحيه الشمال كانت مبينه ان شريف مش متسلل اطلاقا. لا لا هو مره واحده تعادل. دي حقيقه هو بس تعادل في اللعبه، بس تعادل تقصد يعني. بالظبط. لا لا انا متفق مع حضرتك، هو مفيش تسلل في اللعبه، الهدف صحيح 100%، ولكن الكاميرات عادت يمكن في الاخر خالص يعني. مثل هذه الالعاب مهمه جدا انك تشوفها في الاول يعني. صح 100%. لا عندي تعقيبين. محمود عاشور من الحكام المحترمين، من الحكام الكبار طبعا. اعتقد كان هناك حمدي فتحي لاعب النادي الاهلي كان يستحق بطاقه صفراء على الاقل في المباراه، لان حمدي فتحي المخالفه الاسراع المخالف القانون اللعبه. حمدي عمل فاولات كثيره جدا جدا، اخطاء كثيره جدا جدا، منهم كان في لعبه تستحق الانذار ووجوب الدهس على قدم الخصم، ولكن للاسف عاشور ما حسبش الفاول من الاساس يعني. تمام. وزي كده برضه لقطه اكرم توفيق لاعب النادي الاهلي في اعتراض ضمني او امتعاض من قرار الحكم، خبط الكره في الارض، كان لابد من محمود عاشور اعطائه انذار بطاقه صفراء للاعتراض او الامتعاض من قرار الحكم الحقيقي. لكن عكس يعني الحاجات دي ما فيش اي حاجه ثانيه في المباراه. المباراه مشيت بشكل كويس، عاشور عنده خبرات، واعتقد ان شاء الله كل التوفيق للحكام المصريين الفتره الجايه ان شاء الله، اللي هتكون اصعب واصعب واصعب ان شاء الله. هل تابعت مباراه الاسماعيلي وسيراميك كليوباترا؟ هو للاسف الحقيقه ان انا ما تابعتش مباراه الاسماعيلي وسيراميكا لان اتلعبت في توقيت انا ما كنتش متاح فيه يعني. تمام. طيب هعرض عليك لقطه، لانه سيراميكا كليوباترا طلب بضربه جزاء لباسم مرسي واعترض بشده على الحكم اللي قال في ان هي مش ضربه جزاء، لكن معانا على الشاشه لو بتتفرج كابتن توفيق. معايا في التلفزيون قدامي. دي هتكون بعض دي لقطه، اللقطه الابرز. باسم مرسي قال ان محمد هشام يعني شده طبعا امام الحكم مباشره، فراح بص على الفار الكابتن معروف ورجع قال انه قراره هو متمسك بيه ولا يوجد ضربه جزاء لباسم مرسي. ايه رايك بعد ما تشوفها كاميرا تاني؟ طب خلينا نشوف، هنشوف برضو، خلينا نشوف في الاول خالص. لو احنا شفنا
معلش نرجع للفريم الاولاني، لو الفريم الاولاني موجود هنشوف كان باسم فيه شد من باسم، يعني خلينا نقول بص باسم كان شد الاول، بعد كده الشد استمر من لاعب النادي الاسماعيلي. بس خلينا نقول ايه، يعني انا اشوف بامانه ان مثل هذه الالعاب برضو انا ما بقتنعش انها تحتسب ركله جزاء. يعني الاتحاد بدل ما بين اللاعبين ملتحمين جدا جدا يعني مع بعض، باسم مرسي كان ماسك في الاول، لو حضرتك شفت ايده الشمال هتلاقيه كان ماسك في الاول وبعد كده ساب، وهو باسم عنده خبرات كبيره جدا. أيوة. فحط ايده رامي نفسه في حضن المدافع. برافو، مفهوم. انا بحب المدافع، انا بشوف ان قرار محمد معروف صحيح 100%، وكان ممكن يجي له كونفيرم من حكام الفار ان اللعبه ما فيهاش حاجه، لكن بص باسم كان ماسك ازاي، وبدا الشد هنا استمر من اللاعب ده. يعني باسم بعد ما تاب، يعني هو لو كان ممكن يحسب كان ممكن يحسب من الاول خالص يطول. أيوة على باسم. مظبوط لكن انا بشوف قرار محمد معروف صحيح الحقيقه، مفيش ركله جزاء. طيب كابتن توفيق انا بشكرك جدا على وجودك معايا من خلال اللقطه دي، لكن في لقطه تانية اهي في نفس المباراه، وهي مطالبات برضو من لعيبه سيراميك كليوباترا بلمسه يد. اعتقد الكاميرات مش موضحه الكره دي جت في ايد المدافع ولا لا، لكن هي هتتعاد قدامنا كذا مره. شادي حسين وكان معاه باهر المحمدي وجي من بعيد من وراهم. خلينا نشوف. اوكي هو زي ما حضرتك قلت انا شفتها في الماتش كتير قوي بس ما بانتش، يعني للاسف ما فيش ولا كاميرا ولا زاويه رؤيه تبين ان في ركله جزاء، في لمسه يد. ولكن خلينا نقول حتى لو كان هناك احتماليه وجود لمسه يد، هتلاقي اللعيب ايده جوه جسمه، ايده جوه جسمه. يعني بص اللعيب برضه وضعه الطبيعي اعتقد، انا للاسف مش هقدر احكم عليها، يعني دي خالص صعبه جدا. عندك حق، عندك حق، صعبه ما نقدرش نتكلم فيها بالحقيقه. طيب بشكرك جدا كابتن توفيق السيد، حكمنا الدولي السابق، نورتنا من خلال وجودك معانا في حلقتنا النهارده. طيب خليني اروح ارجع لمباراه الاهلي مره ثانيه، بس اقول ان حمدي فتحي لمباراه ثانيه بيجرب التصويب اللي هو التصويب اللي هو الايه الار 2، نجح فيها في مباراه الاهلي امام الحرس الوطني في ماتش 6-1 هنا وسجل، والنهارده عملها جت في القايم، وبالتالي دي تنميه مهاره جديده عند حمدي فتحي. ما بيشوطش كتير لكن تصويبات بيركز فيها على الدقه، ده تطور مختلف في مهاره مختلفه بالنسبه لحمدي فتحي، لان هي اكيد بتحل بعض المشكلات او التكتلات الدفاعيه اللي ممكن يواجهها الاهلي. بالعوده لمباراه الزمالك مع طلائع الجيش، فتشكيله مستر باتريس كارتيرون كانت كالتالي. النهارده كارتيرون دفع بابو جبل في حراسه المرمى، وقدامه محمود علاء في قلب الدفاع ومحمود الونش، ومحمود علاء عمل مباراه جيده جدا باستمرار تواجده اساسيا مع فريق الابيض. حمزه المسلوسي لعب يمينا، وابو الفتوح لعب يسارا، ومساهمات الثنائي الهجوميه ما كانتش بالكثافه اللي ممكن تخلي الزمالك يعني يزود هجماته او طريقه هجومه على طلائع الجيش. طارق حامد وامام عاشور في نص الملعب، امام عاشور عمل مباراه جيده، طارق حامد ساهم في رد هجمات طلائع الجيش في الشوط الثاني، وده غير انه ساهم في الهدف الثاني اللي سجله الزمالك. مصطفى فتحي في غياب اوباما اللي عانى من اصابه قبل المباراه، فقرر كارتيرون اراحته لاحتمال اشتراكه في مواجهه الاهلي المقبله. لعب زيزو بن شرقي على الطرفين، ومش سيف الجزيري هو اللي لعب اساسيا، لكن اللي لعب اساسيا عمر السعيد، يا ريت نعدلها بسرعه. عمر السعيد هو اللي لعب اساسيا، وده وقلت ده الماتش اللي فات انه على سيف الدين الجزيري ان يقلق من عمر السعيد، وقد كان استغل كارتيرون فوقان عمر السعيد وهدفه في ماتش امبي، فاشركه اساسيا يا جماعه في مباراه الزمالك مع طلائع الجيش زي ما قدامكم على الشاشه. طيب اتعمل التغييرات بعد كده، خرج بن شرقي، كان نزل بن شرقي لم يكن موفقا من جديد، وفرص مهدره جديده في لقائه النهارده قدام طلائع الجيش، يعني محتاج شويه تركيز زياده. قد يكون فكره التجديد من عدمه مأثره شويه على تركيز اللاعب، لكن اهدر فرصه خطيره. كانت من ضمن التغييرات كمان نزول محمد اشرف رؤى بدلا من امام عاشور، ونزل برضو محمد عبد الشافي واسلام جابر مكان بن شرقي وزيزو، وسيف الجزيري نزل مكان عمر السعيد. انتصار مهم جدا للزمالك اللي جه على فريق طلائع الجيش اللي تشكيلته كانت كالتالي تحت قياده بسيوني. دفع بمحمد بسام في حراسه المرمى، محمد علي الجويني وعلي الفيل في قلب الدفاع، حسن مجدي يمين ومحمد ناصف يسارا، عبد الرحمن شيكا ومهند لاشين وعمرو السيسي في نص الملعب، ميدو جابر اللي كان مشكل اكثر مناطق خطوره طلائع الجيش في الشوط الاول من المباراه سواء بتصويبات او بمراوغات، احمد سمير ناحيه الشمال، وجون انتوي اللي خرج مبكرا للاصابه ونزل مكانه زولا، فبقى احمد سمير هو يعتبر المهاجم بالنسبه لطلائع الجيش اللي لم ينجح
في النهاية في هز شباك الفريق الأبيض، ففاز الزمالك على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل. زيزو يبقى رجل المباراة للمباراة الثانية على التوالي، في مباراتين ساهم في 4 أهداف اللي سجلهم الزمالك، سجل هدفين من ضربتين جزاء وصنع آخرين لعمر السعيد اللي بيتساوى مع زيزو في صدارة الهدافين بالنسبة للزمالك بهدفين لكل منهما. يمكن مابولالو هو اللاعب الاتحاد السكندري الوحيد اللي مسجل 3 أهداف وهو في الصدارة حاليا في المسابقة. باقي المواجهات تعالوا بقى نروح لمواجهة سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي. سيراميك كليوباترا نجح في انه يكسب الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد، والهدف الاول سجله الاسماعيلي في مرماه. واللقطه الحقيقه دي انا محتار لغايه دلوقتي، واتمنى لو حصل ان انا كلمت الكابتن هيثم شعبان اساله فيها، لكن لو الكره معايا قبل وهي بتترفع، لو معايا بس كام ثانيه كده قبلها وهي بتترفع بنرجع فيها. شريف دابو 3 مرات جري على الكوره، 3 مرات جري على الكوره وبعديها يروح راجع، يجري على الكوره يروح راجع. فانا مش عارف هل هو بسبب ان هو كان مش واخد القرار يرفع ولا يباصي، ولا دي طريقه لخلخله دفاع الاسماعيلي، لان هو قعد يعمل كده ويرجع ويقول للحكم يشاور على اللعيبه، في الاخر راح لعبها فحصل ارتباك في دفاع الاسماعيلي فسجل في مرمى عصام صبحي بعد ما احمد عادل عبد المنعم حاول ان هو يلحقها، لكن كانت هي ولا اجدعها مهاجم لان هي ملعوبه في زاويه قاتله يعني. دي كانت اللقطة اللي تقدم بيها سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي في الشوط الأول من المباراة. ولكن بنسون شولونجو نجح في أنه يدرك هدف التعادل للإسماعيلي، والحقيقة أن بنسون شولونجو أنا عندي عليه تعليق، لأنه ممكن لعيب زي بنسون شولونجو ده في ماتش يسجلك جول حلو قوي، هو اللي بدأ الهجمة دي من الأول وتلاقيه واقف وقفة حلوة وخلص تخليصة حلوة، وممكن في نفس الماتش يعمل لقطة تخليك تتساءل هو المستوى ده يلعب في الاسماعيلي، فانا مش عارف احدد مستواه يعني. انا لانه فعلا احيانا بيعمل لقطات حلوه في الماتش ده، كمان عمل لقطه حلوه تانية، وفي الماتش ده النهارده ضيع انفراد غريب جدا بتوجيه غير دقيق على الاطلاق. ف يعني بيعمل حاجات حلوه قوي وبيعمل حاجات وحشه قوي بنسون شيرونجو في هجوم الاسماعيلي، اللي يبدو اخطر اللاعبين فيه هو شكري نجيب اللي عمل تصويبه كان الاسماعيلي فيها قادرا على التقدم بعد هدف التعادل. ولكن الشوط الثاني جه وجه أحلى هدف في هذه الجولة، شادي حسين حل بديلا في الشوط الثاني من المباراة، والكرة هنا باسم مرسي وسط تمركز سيء جدا من دفاعات الإسماعيلي، باسم مرسي يلعبها برأسية في العارضة ترجع له شادي حسين بعد تشتيت باهر المحمدي، يستلم الكرة بترقيصة يلم الكرة قدامه ويشوط بيسراه في 3 حركات مهارية من أجمل أهداف الجولة دي. تعالوا نستعرضها تاني. بصوا باهر المحمدي بعد ما شتت الاستلامه دي، شكرا لعيب خرج، لما هنا شوطه صاروخيه في زاويه قاتله، 5 لاعبين اتضربوا باستلامه ولمه وشوطه. هدف جميل جدا من شادي حسين بعد ما شارك بجوار باسم مرسي في الشوط الثاني من المباراه، هدف قنص النقاط الثلاث علشان يبقى رصيد سيراميك كليوباترا 4 نقاط بعد تعادل أمام الجونة ثم فوز بهذا الهدف الرائع في مرمى الدراويش النهاردة. لكن ده ما يمنعش أنه الإسماعيلي مش عشان الخسارتين، لكن عشان أداؤه في المباراتين اللاعبين وضعهم صعب 100%. غياب الكابتن طلعت يوسف للمباراة الثانية على التوالي مؤثر، لأنه الفريق ممكن يكون نقص خبرة في التعامل مع تقدم أو مع تأخر، بعد كده مع تعادل الفريق دفاعا مهزوز جدا وهجوما غير خطير على الاطلاق، فمباراتين عدوا لسه في كتير، لكن استمرار الوضعيه دي بالحاله اللي فيها لعيبه الاسماعيلي دي للمره الثانيه بقول في وضع خطير، ومش هيستحمل دور اول زي ما حصل الموسم اللي فات. طيب اتكلمنا على المقصه وانتصاره على الجونه النهارده، والحقيقه انه اسم صاعد بقوه على مستوى التدريب، صعد بكوكاكولا ودرب بالمقصة الكابتن تامر مصطفى. اهلا بيك منورنا كابتن تامر. اهلا بيك. اهلا وسهلا كابتن هاني، ببارك لك زي الفل الحمد لله. مليون مبروك الفوز الاول في الدوري الموسم ده. حبيبي يا كابتن هاني، وانا سعيد جدا 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 ان انا مع حضرتك يا كابتن هاني. انا اسعد بكتير، الله يبارك فيك، لانه واضح الشغل. المقصة من قبل الموسم الناس بدات تتكلم على انه سيكون اكثر الفرق المهددة علشان الصفقات ما كانتش بالاسماء الكبيره، وفي اسماء كبيره مشيت،
لكن الحقيقه انه ماتش بيراميدز كان الفريق واقف جدا على رجله وخسر بفارق هدف، والنهارده انتصار على الجونه، فبحييك على المباراه الثانيه النهارده. حبيبي يا كابتن هاني تسلم، ودي شهاده كبيره جدا اعتز بيها يعني من اعلام كبير زي حضرتك يا كابتن هاني. بصراحه انا معجبين بيك جدا، وانت بصراحه قيمه وقامه كبيره جدا يا كابتن هاني. ربنا يخليك. طبعا زي ما انت بتقول عندك حق، طبعا الناس كلها كانت واخده فكره عن المقص، او لغايه النهارده برضه واخدين فكره عن المقص ان احنا ما تعاملناش بصوره كبيره. ودي حقيقه فعلا، ده واقع احنا لازم نتعامل معاه. ايوه ما عندناش الفلوس الكتيره ان احنا نقدر نتعاقد مع لعيبه كبيره، لكن احنا عندنا لعيبه كبيره في وهتبقى كبيره ان شاء الله مع مرور الوقت ان شاء الله باذن الله. قدرنا ندعم في حدود امكانياتنا، في حدود الفلوس المتاحه بالنسبه لنا، في حدود الميزانيه بتاعتنا، والحمد لله رب العالمين مع مجموعه الشباب اللي صعد ل 2099، فالحمد لله رب العالمين قدرنا نعمل فرقه الى حد كبير جيده يعني الحمد لله رب العالمين. النهارده هدف لصبيحه وهدف لكريم وفوز بهدفين نظيفين، شفتوا ازاي اداء الفريق كابتن تامر؟ والله كابتن هاني بص هقول لحضرتك على حاجه، مكسب مهم جدا في توقيت اهم جدا جدا جدا، لان بصراحه التوقيت ده كان مهم جدا بالنسبه لنا. انت عارف يا كابتن هاني ان احنا السنه اللي فاتت تقريبا الفرقه كلها مشيت، مفيش غير حسني بس فتحي هو اللي موجود، وكل الفرقه تقريبا مشيت، فبتعمل فرقه جديده، فرقه جديده لعيبه كلها قوامها من الدرجه الثانيه زائد الولاد الصغيرين اللي صاعدين، فخبراتهم طبعا قليله جدا، كنا محتاجين ندخل جوه الدوري بمكسب بسرعه، كنا محتاجين نصدق بسرعه، يعني انت النهارده ادائنا كان جيد جدا الشوط الثاني، ماتش مقص ماتش بيراميدز الحمد لله رب العالمين قدرنا نبني عليه، قدرنا نخرج من الاداء ده ان شاء الله باداء جيد جدا برضو النهارده الحمد لله بمكسب كمان، فالحمد لله رب العالمين بقينا شبه الناس يا كابتن هاني بالبلدي كده يعني، بقينا شبه الناس، بقينا نكسب ونخسر وهنتعادل ونكسب يعني، فهمت قصدي ايه؟ دخلنا جوه الدوري بسرعه، مش عايزين يبقى شكلنا حتى كمان في الترتيب، شكلنا في الترتيب النهارده تقريبا السادس او السابع، فدي حاجه جيده جدا تقدر تبني عليها المرحله اللي جايه، وان اللعيبه تصدق ان احنا نقدر نعمل حاجه جيده جوه الدوري ونقعد بصوره كويسه ان شاء الله يعني. الماتش اللي جاي مع سيراميكا كليوباترا يوم الخميس في الساعه 3 في ملعب المقاصه، شايف ازاي المواجهه دي يا كابتن تامر؟ لا سيراميكا فرقه كبيره جدا، فرقه محترمه جدا مع مدير فني محترم جدا انا بحبه على المستوى الشخصي كابتن هيثم، صراحه يعني مدرب كبير جدا ومدرب محترم، وفرقه عندها عناصر كبيره وعندها خبرات كويسه، دي ثاني سنه ليها في الدوري الممتاز، فرقه مكونه جاي بصوره جيده جدا السنه اللي فاتت، كانت ماشيه بصوره جيده جدا السنه اللي فاتت، وبدايتها برضه مبشره السنه دي، فكده يبقى ماتش صعب جدا علينا طبعا يعني، لان خبراتهم اعلى واسمائهم اكبر وبالهم اكتر، رجليهم اتقل شويه مننا في الدوري الممتاز، لكن نقدر نتعامل ان شاء الله مع المباراه باذن المولى عز وجل يعني. ان شاء الله نشوف مباراه كبيره، وبالتوفيق فيما تبقى من الموسم كابتن تامر مصطفى المدير الفني لمصر للمقصه اللي فريقه كسب النهارده الجونه بهدفين في مباراه شهدت بطاقه حمراء لمحمد نجيب مدافع فريق الجونه اللي معاه دلوقتي نقطه واحده بس من مباراتين. طيب خلينا بقى نرجع للمباراه الاولى اللي اتكلمنا عليها، مباراه الاهلي مع البنك الاهلي. بعد المباراه موسيماني في المؤتمر الصحفي، بعد ما كان المؤتمر الصحفي الاولاني في ماتش الاسماعيلي اتلغى، النهارده سئل من جانب الصحفيين ماذا قال موسيماني؟ تعالوا نستعرض وبعدين نمسك النقطة الأبرز في تصريحات موسيماني. قال إنه تكلم مع اللاعبين لتعديل الكرات العرضية في الشوط الثاني، بين الشوطين يعني، وعد جميع اللاعبين بأن يشاركوا في المباريات، طبيعي، لكن ما تسألنيش عن كهربا، ما محمد شريف سجل 26 جول الموسم اللي فات وقعد دكة ماتشين، عادي جدا. هقول لكم الحتة بتاعت كهربا دي لأن هي المهمة. لما سئل عن عدم مشاركة كهربا قال مين اللي قال إن أنا قعدت مع كهربا عشان يشارك في المباريات؟ هل يقول كهربا ماذا يحدث داخل الفريق؟ انا بالفعل وعدته بالمشاركه، مشكلتي بقى انا مش فيك انت كصحفي، وكلامه هنا كان للزميل احمد الخولي، مشكلتي انه في لاعبين عندي بيحكوا الحوارات بتاعتهم وقعداتي معاهم للصحافه، وبالتالي انا دي مشكلتي. قال انا لم اقم بتثبيت الثلاثي اللي بيلعبوا في خط الوسط، قمت بتغييرهم اليوم واشركت اكرم توفيق في الوسط. قال المنافسه بين اللاعبين بتكون حاجه جيده، بيرسي تاو سجل هدفين في المباراه الاولى وشريف شارك اليوم وسجل، وبالتالي دي نقطه ايجابيه بالنسبه للمدير الفني الجنوب افريقي. طيب اذا بوادر ازمه ما بين موسيماني وكهربا. الموسم اللي فات كان في ازمه حصلت بالفعل ما بين كهربا وموسيماني، بعد ما اللاعب اعتراضا على عدم المشاركه ما سلمش على موسيماني، كانت بعد مباراه اهلي وطلائع الجيش، وتدريجيا تدريجيا وبعد فترة طويلة بل ووقتها الأهلي عرفنا أنه قال لو جه كهربا عرض هنبيعه لأن الراجل ما كانش عايزه خالص، بدأ تدريجيا يشارك، فشارك في مواجهتي الأهلي أمام الحرس الوطني، وقلت لكم ساعتها أنه موسيماني ضرب المثل بكهربا، قال ما فيش حد عندي أساسي وحد بديل، والمثل هو كهربا كان الموسم اللي فات بعيد عن حساباتي، والموسم ده أهو بيبدأ وأساسي،
جلس كهربا مع موسيماني وقال له انا بوعدك انك هتلعب. ده اعترف بيه موسيماني النهارده، ما كانش معلن، كان واصل لنا النهارده انه كهربا متضايق انه اتوعد يلعب ماتش الاسماعيلي والفجأة قبل الماتش بشويه انه بره ال 18 بره ال 11 الاساسيين. لكن اتسأل في المؤتمر الصحفي انت وعدت كهربا انه يلعب؟ فقال الاول قال انا بوعد كل اللاعبين، بعد كده رجع لا تعالى كده لو سمحت، هو انت عرفت منين ان انا وعدت كهربا انه يلعب؟ فقال له يعني مصدر مقرب من اللاعب اللي قال لي. فقال له لا انت كصحفي تمام ما تقلقش انت عملت شغلك، انا مش بلومك، لكن انا بقى مشكلتي في كهربا اللي قال ان انا قعدت معاه. وبناء عليه الراجل يعني عاقب كهربا امام الاعلام كله بانه لا انا عندي مشكله دلوقتي مع كهربا، ازاي يقول ان انا قعدت معاه؟ وبالتالي هو اللي قال ان انا زعلان او ان هو زعلان انه ما لعبش للمباراه الثانيه على التوالي. كهربا ظل بديلا في اللقاء الاول وظل بديلا في المباراه الثانيه النهارده قدام البنك الاهلي. فموسيماني خد وقت طويل في الكلام عن النقطه دي وانفعل حتى وهو بيعبر وبيجاوب لمترجمه. بعد اللقطه دي كهربا لم يكذب خبرا وكتب منشورا طويلا او قصه على انستغرام، تعالوا نستعرضها مع بعض فيما يخص رده على اللي عمله او اللي قاله موسيماني بعد ما اتقال ان كهربا متضايق. قال بالنسبه للصحفيين اللي بيتكلموا على لساني انا ما حصلش مني اي تصريح من اي اتجاه لاي شخص، ولو حابب اقول اي تصريح هيكون مني انا شخصيا، غير كده انا لم ولن يصدر مني اي تصريحات لا سابقا ولا لاحقا على الاطلاق. اللي عنده اي حاجه ممكن يقولها عادي جدا ويواجهني لان ده عمره ما يحصل ولا هيحصل مني ابدا. وبعد اذن الصحفيين محدش يقول اي تصريحات على لساني، انا ما عنديش صحاب ولا قرايب صحفيين ولا بقول اي تصريح لاي شخص ايا كان هو مين عن حياتي الشخصيه ولا الرياضيه، فارجو عدم الحديث بالنيابه عني وارجو من جمهوري الغالي عدم تصديق اي كلام من اي شخص غير مني انا فقط. طيب هو كده كده الصحفي مبدئيا ما قالش ان كهربا اللي قال له، لكن قال مصدر مقرب، ده رقم واحد. رقم اتنين مش من كهربا، بقول لكم ان كهربا كان متضايق انه ما لعبش، لكن كهربا دلوقتي بيقول انا ما قلتش لحد فما تقولش كلام على لساني، وده حقه انه ما يتقولش كلام على لساني، انه لانه كمان هو دلوقتي في ورطه، لان موسيماني انفعل جدا وقال ان كهربا غلطان. يعني موسيماني صدق المعلومه لانه واضح ان الجلسه كانت ما بينهم هما الاثنين بس، فخروجها للاعلام معناها ان واحد من الاثنين اللي قالها واكيد مش موسيماني اللي قالها بغضبه النهارده لما سمع السؤال بتاع الصحفي الزميل. فكهربا دلوقتي بينفي علشان برضه ينقذ الموقف حتى لا تكون هناك ازمه مع مدربه اللي دلوقتي ما اعتمدش عليه كبديل في المباراتين السابقتين علشان ما يكونش مصيره زي مصير طاهر محمد طاهر اللي خروجه يبدو خروجا فنيا لانه غير مصاب للمباراه الثانيه على التوالي من قائمه ال 18 في لقاءات الاهلي اللي اتلعبت. لكن كده لعبنا عدد كبير من المباريات، بكره عندنا ماتشين، المباراتين بكره باذن الله كالتالي. عندنا مواجهه ستجمع ما بين المصري البورسعيدي ان شاء الله في الدوري المصري الممتاز وسموحه، والمصري يمتلك نقطه وسموحه يمتلك نقطه اخرى، ايسترن كومباني او الشرقيه للدخان، والمناسبه اتحاد الكوره بينزل النهارده ماتشات بكره فبيقول الشرقيه للدخان، فانا مش عارف هسميهم ايه، ايسترن كومباني الشرقيه للدخان هيلعب بكره مع غزل المحله الساعه 8 في استاد بترو سبورت علشان نشوف الجوله هيكون شكل الجدول فيها عامل ازاي بعد مبارياتها المختلفه. كارتيرون وده قبل الفاصل، بعد المباراه تحدث في المؤتمر الصحفي هو الكابتن عبد الحميد بسيوني، فجاء التصريحات مستر باتريس كارتيرون كالتالي، وفسر فيها كمان كلامه على ان الاهلي اقرب او المرشح الاول للفوز باللقب. قال انا سعيد بالاداء والفوز على طلائع الجيش، واجهنا فريقا قويا حصد السوبر، سجلنا هدفين واهدرنا اكثر من هدف، توجنا بالدوري ولم ننتصر على الاهلي، كل المباريات مهمه وليس شرطا الفوز على المنافس لحصد اللقب. كلام منطقي جدا قاله بالظبط الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في الاهلي. قال اوباما تعرض لاصابه خفيفه فضلت اراحته، مصطفى فتحي ظهر بشكل جيد. قال ان عمر السعيد وصل لمستوى جيد فمن الطبيعي ان ياخد فرصه ما طالما اثبت جدارته. قال تصريح عن الاهلي ان الموضوع فهم بصوره خاطئه، وضحت ان الضغط اكبر عليهم، هم المرشحين الاوائل بالنسبه للجمهور عشان هم صرفوا ودعموا واحنا ما عندناش
صفقات بسبب ايقاف القيد، فده كان قصدي ان هم مضغوطين عشان هم المرشحين من جانب الناس ان هم هياخدوا الدوري، مش انا قصدي ان الاهلي هياخد الدوري. كارتيرون دي كانت تصريحاته بعد نهايه المباراه. اما الكابتن بسيوني فقال في المباراه النهارده بعد اللقاء انه عندنا فرصتين في الشوط الاول تالق فيهم محمد ابو جبل، كلين شيت تاني على التوالي. قال ان الهدف المبكر احبط معنوياتنا قليلا لكن الامور هتتحسن، اعتدنا على معاناه طلائع الجيش في اول مباريات الموسم، واتمنى ان يكون اللقاء المقبل اللي هو قدام المقاولين العرب افضل بالنسبه لفريق طلائع الجيش. اتكلم عن ان اصابه انتوي كانت مؤثره علشان اللاعب كان بيلعب بقوه دايما، فما كانش ينفع يلعب وهو مفتقد للقوه. في اخر 5 سنوات دايما نفس البدايه، نحصل على نقاط اقل، حاولنا واجتهدنا لكن التوفيق غاب عنا، سنحاول تصحيح المسار من المباراه المقبله. دي كلام باسيو الكابتن عبد الحليم باسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش. بعد الفاصل معانا اخبار مهمه جدا من الكوره وكمان من الرياضات الاخرى، لكن قبل الفاصل تعالوا نشوف ماذا قال الجهاز الفني بقياده الكابتن هيثم شعبان لسيراميكا كليوباترا بعد الفوز على الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد. بالمناسبه عجبني جدا كلام الكابتن الكواليني النهارده وهو بيعلق على المباراه، لانه ادى الكابتن هيثم شعبان حقه، لانه فعلا رحله كفاح، انه مدرب لم يكن نجما كلاعب لكن ارتقى في الدرجات كمدرب مساعد ومدرب ومدرب عام لحد ما مدير فني الفريق، حاول معاه مرتين كمدرب عام ثم مره كمدير فني، صعد بيه للدوري الممتاز، بدأ بداية قوية، أقيل وعاد، وبالتالي هو فعلا رحلة كفاح، وأن يظهر مستوى في الدوري الممتاز يناطح بيه الكبار ده أمر إيجابي جدا، حتى وإن كانت النهاردة مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا قد تكون هي المباراة الأقل على المستوى ككل للفريقين، لكن انتصر في النهاية وحصد نقاطا 3. نشوف التقرير ونطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين معاكم في الماتش، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية. انتهت انتخابات الاسماعيلي واعلن مجلس الجديد لاداره الفريق الاسماعيلي او النادي الاسماعيلي القلعه الرياضيه المصريه الكبيره، والفائز بمنصب رئيس مجلس اداره نادي الاسماعيلي هو المهندس يحيى الكومي لولايه تانية بعد ما كان تولى اداره النادي من 2006 ل 2008، الان يتولى المسؤوليه من 2021 الى 2024. باشمهندس يحيى الكومي رئيسا للاسماعيلي، اهلا بحضرتك منورنا. اهلا بيك كابتن، اهلا بيك، ازي حضرتك؟ بخير الحمد لله. مبروك تولي رئاسه الاسماعيلي وربنا يوفقك باذن الله. الله يبارك فيك وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. قد تكون من المهمات الصعبه طوال العمر فكره الاسماعيلي، لكن الفتره الحاليه من اصعب المراحل اللي بيمر بيها الاسماعيلي، فاكيد محتاجه تخطيط ومحتاجه دراسه ومحتاجه شغل مبكر وسريع. ايه افكار حضرتك الفتره اللي جايه؟ والله احنا اولا عايزين ان كنت تبقى رقم واحد، يعني لان احنا عايزين الدعاء للنادي الاسماعيلي والدعاء لنا المهمه الصعبه دي ان شاء الله. فيعني عايزين كل الناس تبقى تقف مع النادي. ومفيش داعي حتى النتيجه، ان انا عارف ان النهارده نتيجه وحشه جدا، والناس تقول لك ان الاسماعيلي مهدد موت كابتن شوبير قال الكلام ده. يعني دي حاجات برضه بتحبط اللعيبه، بتحبط المسؤولين، بتحبط الناس، واحنا لسه جايين بنقول كنا لسه حتى ما استلمناش الناس. ايوه. فاحنا يعني عايزين الناس كلها تدعي لنا وتقف جنبنا وتقف مع نادي الاسماعيلي عشان ترجع تاني نادي الاسماعيلي، لان هيبقى كوره جميله لما يبقى كلنا الاهلي والزمالك والاسماعيلي وكل الفرق تبقى زي الفل دلوقتي زي بيراميدز والنتائج الاخرى يعني. يعني الموضوع مش سهل، الموضوع صعب. تركه صعبه وربنا يعيننا يعني ان شاء الله عليه. توقعت الفوز بالانتخابات يا باشمهندس يحيى؟ والله الحقيقه بامانه يعني كان عندي ثقه كبيره جدا في الناس مخلصه، لان احنا عملنا نتائج يعني ذكريات جميله للنادي الاسماعيلي ورجعناه للامجاد الجميله. كان المنتخب تقريبا كان هو 9 ايام كابتن حسن شحاته، فكنا 9 من النادي كان بيلعبوا في المنتخب. لدرجه كان بيسموه منتخب الاسماعيلي يعني. ايوه مظبوط. ديت في 2008 ايام بطوله الامم الافريقيه ولعيبه الجمال اللي كانوا موجودين يعني. دايما الكلام في الفترات الماضيه على انه ابناء الاسماعيلي من النجوم السابقين ما لهمش الدور اللي ممكن يكون بيخدموا بيه بالفعل فريقهم، هل ده ضمن خطط حضرتك باشمهندس يحيى؟
لا والله ابدا انا ما عنديش، بس هو طبعا احنا يعني للاسف الشديد طبعا حظ الاسماعيلي وحش في ان المدرب جاله كورونا وكان عيان، فالماتشين الاساسيين اللي لعبهم الاسماعيلي لعبهم بدون مدرب اللي هو طلع الكابتن طلعت، ايوه فطبعا دي كانت حظ سيء. ولكن احنا ان شاء الله عندنا اجتماع معاه، يعني انا اعمل اجتماع ان شاء الله بكره او بعد بكتير قوي مع الجهاز الفني، ولو كابتن طلعت هيبقى موجود اهلا وسهلا، ونشوف هيعمل ايه، وهل يا ترى في امل ان احنا، لان انا هديهم فرصه ثانيه، لو فرصه ثانيه او ثالثه بالكثير يعني، بس يرتك. ولكن كده طبعا احنا الناس مش هتستحمل ان احنا نعمل نتائج سيئه، حتى لو كان اللعيبه وحشه، مفهوم يعني. حتى لو كانت اللعيبه وحشه طبعا هو ده اللي قدامك. طيب يا اما حضرتك تقول لي مش انا مش هقدر اكمل، لان يا اما تقول لي لا هجيب نتيجه وتغلب ليه، واديك انا 650,000 سوري معلش يعني. مفهوم يعني، ما خلينا حلوين يعني. وبرضه الكلام ده للعيبه ايضا، وانا بوجه لهم رساله دلوقتي، ما فيش مكافاه، ما فيش اي، حتى اللي هي الخمسه هم واخدين المؤخرات بتاعتهم لغايه اخر الموسم. في ناقص اللي هو المقدم، مقدم العقد بيبقى 25%. طب انت بتتكلمني على 25 هتكلف النادي 10 مليون جنيه وانت ما عملتش نتيجه حتى عدله، ما برضه يعني مش منطق يعني. هو انا ما يعني علمته ان الكابتن طلعت يوسف قال انه هيرجع خلال 48 ساعه، يعني ان هو هيعرف يقود المباراه اللي جايه قدام البنك الاهلي. والله اهلا وسهلا بيه، ما فيش مشكله. ولو هو جاب نتيجه كويسه اوكي. وبعدين انا بقول له الاتي، وبكلم وجه الكابتن طلعت، مش كل حاجه التدريب الفني، الشؤون المعنويه والشؤون الفنيه والروح المعنويه اعلى من الحاجات الفنيه واللياقه وكده. الكابتن حسن شحاته جاب الكاس افريقيا في 3 مرات بالروح والفنيات، الروح هي اساس، هي اللي بتطلع الفنيات وهي اللي بتطلع اللياقه. لو في حميه وفي الناس دي على اللعيبه دي عندها روح ان شاء الله النادي الاسماعيلي هيرجع. حضرتك حاسس ان الكابتن طلعت يوسف بيعتمد على الفنيات لكن لا يركز مع الامور المعنويه؟ لا، لو ما ركزتش مع الامور الفنيه والفنيات طبعا قد تكون مناسبه ليه، معلش، او النادي هو مش المناسب ليه، وكان يجب انه ما يقبلش هذه المهمه من الاصل. ايه اللي اظهره بيبين ان هو مش مهتم بالامور بالناحيه النفسيه للاعبين؟ لا، لان العلم يعني اللعيبه ما بتعملش اي نتائج حاجه يعني، ما انت شايف يا فندم ما فيش ولا 1 2 ولا في جمله عدله. النادي الاسماعيلي معقوله من سيراميكا كليوباترا اللي طالع اول امبارح، معلش مع احترامي ليه يعني، وفريق شركه محترمه طبعا ما فيش مشكله، ما بقولش حاجه، بس لسه تاريخها اول امبارح يعني. بالنسبه للاسماعيلي تتغلب منه كمان؟ انا ما شفتش كده بصراحه، معلش انا بعيده شويه عن الكوره وبعيده عن وسط الكلام، انت عارف انا ليا برضو براجماتيك شويه، بشوف النتائج هتعمل ايه. انك انت تطلب مني 10 مليون جنيه وتطلب جهاز فني كل شهر 650 مليون جنيه او 750 مليون 750 الف جنيه كل شهر، وبعدين تقول لي والله جايب لي هزيمتين. لا لا لا، معلش يعني، هل لا لا افهم انا انا افهم انا انا اعتبرني متفرج، انا لغايه هذه اللحظه انا ما خسرتش النادي لسه، انا اعتبرني راجل مشجع للنادي الاسماعيلي. لكن كلام المشجع قد يكون مؤشرا على كلام الرئيس او قرارات الرئيس، اللي هي ممكن على ما استشفيته انه قد يكون في تغيير محتمل في الجهاز الفني خلال لا والله مش ساعات والله المقبله. والله بالعكس، انا من انصار الاستقرار الفني والاستقرار النادي، احنا بنطور على الاستقرار المادي كمان ان شاء الله. لكنك من انصار يعني برضو الجهاز الاجنبي. والله بقى لو لا قدر الله كابتن طلعت يوسف وهو قال لا انا مش هكمل والجهاز الفني مش هيقدر يكمل، ساعتها هنفكر في حد اجنبي فعلا عشان يبقى عنده الحاجة اللي حاجتين، ان هو لازم يكون عنده حاجه اسمها سنس هيومر مع اللعيبه، يعني في محبه بينهم وبينه في موده، وفي نفس الوقت يكون حازم. هذه هي اللعيبه اللي ممكن، او هذه هي الاسلوب اللي ممكن النتائج، انك انت تحسسه بالمحبه معاك وفي نفس الوقت حازم بالنتائج وبالامكانيات، وبالساعه يجي الساعه كام ويبقى تحت المعسكر وفي كذا وفي لياقه وفي كذا، وبعدين في ثواب وفي عقاب. انا ده رايي. تمام. طبعا يعني اذا كان في ثواب وفي عقاب الناس هتمشي زي الفل، انا ده رايي. طيب هل انك انت ضامن انك انت تاخد عقدك عشان اتحاد الكوره قال الكلام ده؟ الكلام ده انا مش هعمله. طبعا هو في الاخر انا بجيب ده هقول لا والله هنخسر منك كذا، ماشي ولا اي حاجه. وطبعا هزايم اديك اتعبك ربنا يشفيه طبعا، لانه هي في الاخر المرض مش بايدين اي حد، ربنا يشفيه ان شاء الله كابتن طلعت يوسف
وايا ما كان القرار من جانب حضرتك ومجلس الاداره، فان شاء الله تكونوا موفقين فيه في الخطوات التاليه، ان الاسماعيلي نادي غالي علينا كلنا، والهبوط اللي حاصل في المستوى في خلال السنوات الماضيه امر محزن للكل الحقيقه. الموسم اللي فات كان مخلص دور اول وهو اخير الترتيب، وبالتالي يمكن ده اللي بيخلينا نتساءل هل من دلوقتي حاطين خطه لصفقات محتمله في يناير يا باشمهندس يحيى؟ باشمهندس يحيى شكرا كتير بتقفل سامعني؟ تمام، هو واضح ان جاله تليفون. بشكرك جدا باشمهندس يحيى الكومي رئيس مجلس اداره نادي الاسماعيلي، ما كانش سامعني في اخر السؤال، لكن على ما يبدو انه يعني قرار رحيل الكابتن طلعت يوسف يبدو جاهزا. مليون سلامه على الكابتن طلعت يوسف، هو في النهايه غير مسؤول عن نتيجه المباراتين، ممكن يكون مسؤول عن فتره الاعداد. الفريق لم يقدم مستوى جيدا على الاطلاق في المباراه الاولى قدام الكبير صاحب التاريخ العريق الاهلي، ولا النهارده قدام فريق سيراميك كليوباترا صاحب الموسم وماتشين في الدوري، لكن موسم كان كبير السنه اللي فاتت، كسب فيه العديد من الانديه ابرزهم الاسماعيلي نفسه في الاسماعيليه، وصفقات انفقت عليها العديد من الامور الماديه الجيده. ففي الاخر الدوري ده دوري قوي جدا، كل الفرق فيه واضح ان هي عندها قدرات ان هي تكسب، فبمستوى الاسماعيلي ده المقلق، وبالتالي لابد من تحركات عاجله قد يكون ليس فقط الجهاز الفني هو المسؤول عنها. خليني اقول لكم انه المجلس بقى بالكامل الى جانب رئيس المجلس المهندس يحيى الكومي، فاعضائه الفائزون بالانتخابات النهارده كانوا كالتالي: نائب الرئيس هو الاستاذ خالد زين، وامين الصندوق هو الاستاذ حاتم حجازي، في العضويه فوق السن محمد اسامه وابو العلاء خالد ابو العلاء أبو العلا عفوا أسامة أبو العلا وخالد الطيب وليد شعيب وعاطف زايد، وفي العضوية تحت السن نانسي القاضي في عضوية مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الجديد. بالتوفيق لهم جميعا، يقدموا ما يستحقه نادي الإسماعيلي وما يستحقه جمهور الإسماعيلي. بكرة عندنا بعيدا عن كرة القدم مواجهة مهمة في السوبر المصري للكرة السلة، سيجمع ما بين بطلي الدوري والكأس الزمالك والاتحاد السكندري. المواجهة تلعب مساء الساعة 8 في صالة حسن مصطفى هنا في 6 أكتوبر، ولكن الزمالك عنده ظروف عديدة ستضطروا أو اضطرتوا إلى اتخاذ قرار بلعب مباراة الغد بالناشئين. ليه؟ الموضوع بالمناسبة مش اعتراض على إيقاف كيجو مباراتين، كان اتطرد الماتش اللي فات قدام هليوبوليس وبالتالي مش هيلعب الماتش بتاع الاتحاد السكندري، لكن هو بسبب ده يعني مش اعتراض، لكن بسبب انه لاعب هيغيب، الى جانب ان انس اسامه مصاب وشقيقه مصاب او محترف واخرون محترفون ولاعبون مصابون، فالفرقه ككل مش مكتمله. فالفريق قال طب نركز بحسب معلوماتنا في الدوري المباريات التاليه من يوم الثلاث، علشان نكون احنا كده كده مرتبين مع المدير الفني ان احنا عايزين نركز مع ده. دي بطولة نراها استعراضية، مباراة سوبر هتسموها بطولة وخدنا بطولة او خسرنا بطولة براحتكم، لكن احنا نظرتنا للابعد اللي هو الدوري وما بعد ذلك. وبناء عليه قرر الزمالك ان نلعب ماتش بكرة قدام الاتحاد السكندري بمنتخب الناشئين، يعني باعمار مختلفة من اللاعبين صغار السن، ليقودهم فنيا الكابتن محمد مجدي اللي معانا على التليفون. كابتن مجدي اهلا بحضرتك. اهلا بيك، منور الدنيا. ازيك يا كابتن هاني، عامل ايه؟ ربنا يخليك. انا بخير الحمد لله، كله كويس. هل ما ذكرته انا صحيح من شويه؟ هو كلام مظبوط 100%، ولكن السبب ايه؟ دي يعني رؤيه اداره النادي مع الرؤيه الفنيه للفريق الاول، الجهاز الفني للفريق الاول، وهما الاثنين اتفقوا على ده. تمام، واحنا بننفذ بس اللي بيطلب مننا، لان احنا دايما تابعين للاداره بتاعه النادي في كل قراراتها وبننفذها. مظبوط. طيب شايف ازاي المواجهة بكرة بلاعبين من ممكن اقول من يعني قليلي الخبرات بالمقارنة باللاعبي الفريق الاول كابتن مجدي، وانت هتلعب مباراة زي دي فيها متابعة كبيرة وقدام الاتحاد السكندري؟ هم يعني قليل الخبرات، ولكن المدرب اللي معانا اليوناني من اول السنة في فترات الاعداد مطلع عدد كبير جدا من الناشئين بيمرنهم في فترات الاعداد، طبعا مع الكابتن ياسر عبد الوهاب والكابتن سمير جودة، ده الجهاز الفني بتاع الفريق الاول. ايوه،
وانا كنت موجود كمان في التمارين دي، وكنت بمرن معاهم الفريق الاول مع الناشئين. هو احنا في الزمالك عايزين نعمل ميكس جديد بين الفريق الاول والناشئين، بحيث ان بعد كده يبقى الاعتماد الكلي على ناشئين نادي الزمالك. قدامك بقى 10 15 20 سنه تمام. كل الفريق الاول هيبقى من قوام النادي ومن ناشئين نادي الزمالك. طبعا في فرق خبره كبير جدا بين نادي الاتحاد كرجال والفرق بتاعه الناشئين، ولكن احنا هننزل بكره نحاول على قد ما نقدر نعمل اللي نقدر عليه واكتر كمان، لان برضه انت يعني ماتش بطوله زي ما بيقولوا، واحنا في الزمالك ما عندناش ماتش بنعديه، اي ماتش بطوله لازم ننزل نحارب عليه حتى لو باقل الامكانيات عندنا. مفهوم. طيب يعني كان رد فعل اللاعبين ايه لما عرفوا ان هم اللي هيخوضوا بكره مواجهه السوبر؟ ازاي اتكلمت معاهم؟ يعني احساسهم ايه وهم بيلعبوا مباراه بطوله زي ما بتتكلم كابتن مجدي؟ هو احنا لما اتكلمت معاهم طبعا انا اتكلمت في نقطه معينه كده، اللي هي انت بكره هتلاعب فرقه اكبر منك وفرقه خبره اكتر عنك، وطبعا مع مدرب قدير زي الكابتن مرعي مدرب الفريق. ما تديش لنفسك ايحاء ان انت هتنزل تلعب وحش. انت لازم تدي لنفسك ايحاء انك هتنزل وتلعب كويس وتظهر. دي فرصه ان الناس تبص ويبقى في سبوت لايت على الناشئين، لان الجيل ده في النادي جيل كويس وجيل محترم. احنا شغالين مع الجيل ده بقالنا 3 سنين من ال 16 سنه. وطبعا بكره هنعمل ميكس بين ال 18 وال 20، مش ال 18 بس. تمام. الجيل ده احنا زي ما قلت لحضرتك، احنا بنحاول نعده ان هو بعد كده يستلم الفريق الاول. طبعا انا اتكلمت معاهم في الحته النفسيه شويه، ان انت لو بكره هتلعب لنفسك عشان تتصيد هيبقى شكلك وحش جدا، هتعمل ماتش وحش جدا. أيوة. فبالتالي احنا بكره بنلعب لينا كنادي زمالك، نشرف الفانيلا اللي احنا لابسينها، بغض النظر عن النتيجه، سواء مكسب سواء خساره، الاثنين انت مش مطالب منك بحاجه. ايوه مفهوم. موفقين ان شاء الله، سواء حضرتك كجهاز فني او لاعبي الفريق، وان شاء الله نشوف مباراه كبيره سواء منكم او من الاتحاد السكندري. بشكرك كابتن محمد مجدي المدير الفني لفريق الناشئين للزمالك اللي هيلعب بكره قدام الاتحاد في السوبر بالناشئين، وقلبي مع لاعيبه الناشئين في الاخر لازم يلعبوا بهدوء، وان شاء الله نشوف مباراه كبيره يعني ما بين الفريقين. وده ظرف اعتمد فيه الزمالك، او دي رؤيه الزمالك، وبالتالي هي مسؤوليه وقرار نادي الزمالك اللي زي ما قلت لكم اسباب هذا القرار. وهو يرى في النهايه انه فكرة أنه دعم الفريق بصفقة واحدة بس بقرار مسبق من اتحاد كرة السلة جاء صادما بالنسبة لهم، فاعتبروا الموسم ده أنه هو موسم تجربة، موسم إحلال وتجديد وتفكير في بعض الأمور أكتر منها من جمع البطولات اللي منها بطولة السوبر. على مستوى الكرة العالمية، فتوتنهام هوتسبير بعد ما خسر من جديد امبارح قدام يونايتد بثلاثية نظيفة، النهاردة في كلام على احتمالية رحيل نونو سانتو، وبناء عليها يكون بديله المحتمل طبقا للتقارير أنطونيو كونتي، اللي برضو يونايتد نفسه كان عايزه لو رحل سولتشاير. لكن هل الفريق اللي خاطب كونتي الموسم اللي فات وكونتي رفض، بعد ما خاطبه من جديد طبقا لتقارير النهاردة، هيوافق ولا لا؟ لنرى اللي هيحصل. في الوقت اللي على مستوى الكرة الإيطالية، فميلان كسب روما 2-1، هدفين سجلهما إبراهيموفيتش. أما إنتر ميلانو فكسب أودينيزي بثنائية كوريا، وبالتالي بقى رصدهم 11 نقطة في الدوري الإيطالي. وفي إسبانيا أتلتيكو مدريد في المركز الرابع بعد ما كسب النهاردة ريال بيتيس بثلاثية سجلها جواو فيليكس ويانيك كاراسكو، وبينهما هدف عكسي سجله فريق ريال بيتيس في مرمى. قبل الفاصل، فضمن الكرة المصرية، يدير اتحاد الكرة المصري حاليا لجنة ثلاثية من ثلاثة أفراد، الرئيس المهندس أحمد مجاهد، والعضوان أحمد حسام عوض، ومحمد الشواربي. هذا العضو اللي في المنتصف أحمد حسام عوض النهاردة تقدم باستقالته من منصبه ضمن اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة المصري. لم تعلن الأسباب، وإنما ما علمناه هو أنه برر بانشغاله بالعديد من الأمور الشخصية أو بمهامه الخاصة كأعمال بيقوم بها، وبالتالي عدم قدرته على الاستمرار بجد في العمل داخل اتحاد الكرة المصري. هذا ما أعلن. ما نعلمه نحن هو أنه أحمد حسام عوض يعني استاء في المرحلة الماضية من فكرة التدخلات، ربما أحيانا في طريقة الشغل، مش من الإدارة، مش من إدارة الاتحاد، من أن في أحيانا ناس ممكن أندية بتعمل بتقول كلام وبتعمل كلام تاني وبعد كده تتكلم بالجماهير، فكان طريقة الإدارة بشكل عام أرهقته
الى جانب انشغاله، فرأى ضرورة ترك هذا الامر. ايه التالي بقى؟ دلوقتي بقت لجنة ثنائية، هل ستعود ثلاثية بتعيين جديد من الفيفا بترشيح مصري، ولا ستبقى بلجنة ثنائية حتى اجراء الانتخابات؟ هذا ما سنراه في الايام القليلة المقبلة. ما استطيع ان اقوله ان احمد حسام عوض عمل شغل كبير جدا وتعب كتير جدا، فربنا يوفقه ويعينه، وكادر مهم اكتسبته الرياضة والكرة المصرية. فاصل، وبعد الفاصل النجم الكبير الكابتن علاء نبيل هينورنا عشان نتكلم عن اليوم الكبير ده في الكرة المصرية. خليكم معانا. اهلا بيكم مره تانية في الماتش منورنا الكبير، الكابتن علاء نبيل نجم الكره المصريه مدرب منتخبنا الوطني السابق. كابتن علاء اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا هاني. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. الحمد لله. يوم مليان ماتشات كتيره وقويه، وفي اهلي وفي زمالك وفي بيراميدز وفي اسماعيلي وفي عندي في النادي برضه. وفي ايه؟ وفي في النادي ثلاث ماتشات كان عندي. عندي ربنا يعينك. يعني كان يوم حافل فعلا. طب عملت ايه في الماتشات اللي عندكم؟ لا الحمد لله كسبنا الحمد الدنيا لله. كويسه. الحمد لله. طيب هبدا من الاخر. الاهلي بيكسب البنك الاهلي بهدف دون مقابل. كان الفريقين لعبوا الموسم اللي فات ماتشين ذهاب وعوده، والاثنين البنك الاهلي ضيع فيه من الاهلي 4 نقاط. تمام. فكانت مباراه كمان ماشيه بفكره معنويه، انه مش بس انت عايز تكسب فنيا، لكن مضغوط عليك بان الفريق ده ساهم في ضياع الدوري ليك الموسم اللي فات. نزل موسيماني بنفس طريقه لعب ماتش الاسماعيلي وكسب بعد ما غير الطريقه. شفت ازاي الماتش؟ طبعا واضح جدا ان موسيماني مقتنع تماما ان هو يلعب ثلاثه في نص الملعب. واضح جدا يعني. يعني كان إيلو ديانج وعمر السوليه وحمدي فتحي لما طرد إيلو ديانج راح ناقل اكرم توفيق في نص الملعب ولعب محمد هاني. فهو واضح جدا اللي هو معتمد او حابب اللي هو يلعب ثلاثه في نص الملعب. ليه؟ لان برضو كل، خلي بالك يا هاني، كل واحد ليه مدرسته وفلسفته. تمام. هو بيقول لك انا عندي ثلاثه في نص الملعب بسم الله ما شاء الله، فيهم اثنين بيتقدموا عندهم حته التسديد او بيزيدوا مع المهاجمين زي عمرو السوليه زي إيلو ديانج. يعني النهارده مثلا لاحظ ان عمرو السوليه هو اللي شاط الكوره الجامده. وبرده الماتش اللي فات برده نفس الكلام، واخد بالك؟ فهو بيعتمد على ان هو يامن نص ملعبه عشان ما يخسرش، وفي نفس عشان في ناس يقول لك ايه هو خايف البنك الاهلي. يا جماعه دي كوره. دي كوره زي ما حضرتك تفضلت وقلت البنك الاهلي السنه اللي فاتت خسر النادي الاهلي 4 بون. ايوه. ولا خد منه 4 بون. مظبوط. تمام. خد منه لا نقطتين فضيع من الاهلي 4 نقاط. 2-2. تمام. ف واضح جدا مش خوف من البنك الاهلي او لا، هو خلاص بيلعب على بطوله. والبدايه مهمه والمنافس بتاعه ماشي كويس. فوضع طبيعي اللي هو يبقى فيه حذر وفي تكتيك اللي هو يقدر يكمل بيه بدل ما يلعب بالحته الهجوميه كلها، عنده برضه في نص الملعب اللي يقدر يكمل من نص الملعب ويزود الحته الهجوميه. فاعتقد ان هو يعني ناجح يعني. لما غير برضه محمد هاني ورجع اكرم مكانه ونزل محمد شريف برضه في وقت مناسب قدر اللي هو يقدر يجيب جون وياخد 3 نقاط. فاعتقد ان دي مدرسه تدريبيه او فكر تدريبي. في الاخر حصل 3 نقاط في الاخر. ما تقالش ان النادي الاهلي لعب وحش، لا النادي الاهلي كان كويس ووصل للجون والمقابل فرقه بنك الاهلي السنه دي انا يعني معجب جدا. من قبل الموسم ما يبدا ان الفرقه دي هتكون فرقه كويسه. ده حقيقه. قلت لك يا كابتن خالد جلال كان لسه ضيفي وقال لي ان احنا ما تبصولناش بان احنا فريق يعني تقيل، ده احنا عملنا صفقتين ثلاثه. لكن قلت لي لا ده بيحاول يعني يبعد العين. وفعلا ماتشين ورا بعض الفريق عمل ماتشين كويسين. الماتش اللي فات طلع الجيش اللي هو واخد السوبر اللي كسبان النادي الاهلي. صح. يعني البنك الاهلي لاعب اثنين وصلوا لاخر حاجه في الدوري اللي هو السوبر الاهلي وطلع الجيش. ايوه. عمل مباراه قويه جدا النهارده وكسب طلع الجيش 3. فاعتقد ان النادي الاهلي النهارده بيكمل المسيره بتاعته اللي هو طبعا فاز اول مباراه والنهارده ثاني مباراه وما دخلش فيه اهداف. اللي كان النادي الاهلي مشكلته الفتره اللي فاتت اللي كان بيخش فيه اهداف. أيوة. النهارده هو نادي الزمالك الفريقين الوحيدين اللي ما دخلش فيهم اهداف. مظبوط. فاعتقد اللي هو خد اللي هو عايزه النادي الاهلي من مباراه النهارده يعني.
طيب محمد شريف شارك كبديل وبعد 10 دقائق بس سجل هدف التعادل، هدف الفوز عفوا، وبالتالي هل ده يعتبر مؤشر لموسيماني ابدا بيه الماتشات اللي جايه، ولا هيرجع في ماتش الزمالك لفكره الثلاثي الوهمي ده اللي هو قفشه وميكيسوني وبيرسي تاو؟ ده ماتش الزمالك ده قصه ثانيه. لازم هيقعد يدرس ويشوف الحاجات دي كلها، لكن في اي فرقه او اي مدير فني بيبقى لازم على الدكه بديل ناجح يقدر يغير المباراه، زي شادي لما نزل في ماتش سيراميكا وجاب جول. يعني والناس هتتساءل ليه ما بتبتديش بشادي؟ هو راجل ليه وجهه نظره اللي هو شادي يقدر يغير النتيجه في اي وقت. تمام؟ فاعتقد اللي هو معاه اسلحته الهجوميه. خلي بالك الحته الهجوميه بتاعت النادي الاهلي اختلفت، يعني اداء اختلف. كانت الفتره اللي فاتت كانت معتمده على حسين الشحات وقفشه وطاهر واجاييه تمام. دلوقتي لا، في سيستم تاني، في مدرسه تانيه. تمام؟ فاعتقد ان هم ماتش الزمالك له حسابات تانيه. ايوه، ووارد اللي هو ممكن بيكون بيموه اللي هو مش هيلعب محمد شريف او احتياطي، فهي دي طبعا اساليب تدريبيه او فكر مدربين. وهيشوف بقى، قابلوا بعض يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. شفت قصه كهربا اللي حصلت في المؤتمر الصحفي؟ لا. طيب سريعا جدا، اللي حصل انه صحفي سال موسيماني: عرفت ان انت وعدت كهربا بانه هيلعب، وكهربا متضايق انه ما لعبش الماتشين اللي فاتوا ولا البنك الاهلي ولا الاسماعيلي. فقال له: انت عرفت منين؟ قال له: من مصدر مقرب من اللاعب. فقال له: لا، انا مشكلتي مش فيك دلوقتي كصحفي، مشكلتي في ان في لعيب عندي سرب الاخبار بتاعه الفرقه. يبقى هو قال كده فعلا. كهربا كتب بعد كده بيقول انه: انا ما قلتش لحد، ويا ريت ما حدش يتكلم باسمي. هو الصحفي ما اتكلمش باسمه، لكن موسيماني انفعل، يعني كان متضايق انه اتهم كهربا بانه بيسرب الاخبار. طبعا حقه له هو يزعل، لان طبعا لما اي كلمه ما بين المدير الفني ولاعيبته او اي حد من افراد جهازه، الحاجات دي بتبقى سريه. الجهاز او اللعيبه او الفرقه بتبوظ اذا كانت الاخبار بتسرب من خلالهم. فاعتقد ان موقف برضه كهربا اللي هو قال: انا ما قلتش وبتاع، وكان ده رد سريع على ان هو، لكن هو طبعا الصحفي او الاعلامي اللي سال يعني مش هيسال سؤال زي ده لما يكون المعلومه واصله له، يعني خلينا نبقى واقعيين يعني. بس والتاني انفعل بسبب ان هو ممكن يكون قال له فعلا والخبر اتسرب. فهو طبعا الخبر اتسرب وده مش كويس بصراحه. يعني طاهر محمد طاهر للمباراه الثانيه على التوالي بره ال 18 في وجود طبعا ميكيسوني وبيرسي تاو وحسين الشحات واللعيبه اللي بتنزل حتى كبدلاء في غياب طاهر محمد طاهر، هل طاهر ده اراحه ليه، ولا طاهر بعيد لانه اقلهم، ولا شايف ازاي تعامل مع طاهر محمد طاهر؟ لا، ما نقدرش نقول كده. هاني احنا لسه بقى تاني مباراه في الدوري. ايوه، وعندك لسه بطولات افريقيه، وعندك اصابات، وعندك طرد وانذارات وحاجات من دي. اعتقد ان هو يعني هيلعب، طاهر هيلعب. كل اللي على الدكه في النادي هيلعب. ما فيش المجموعه دي ما تقدرش تكمل الموسم كله. أيه، وافريقيا فلا بد منه. وخلي بالك موسيماني من فاكر السنه اللي فاتت لما انا استغربت لما قعد إلي ديانج ومحمد شريف. ايوه، وبعد كده راح ملعبهم تاني، وإلي ديانج خد وقت لغايه لما رجع لمستواه. محمد شريف رجع بسرعه. وارد جدا اللي هو برده هيجي الوقت اللي هو هيلعب طاهر وهيثبت. يعني دربت طاهر مش كده؟ طبعا. طاهر لما بيقعد دكه ده بيتاثر، بيغل. لا بيغل، يعني بيسخن اكتر للماتشات. بيغل، ما دي شخصيات لعيبه يعني. تمام. لا بيغل في الملعب، بيبقى عايز يلعب ويؤدي يعني. المباراة الثانية في كلامنا النهارده هي مباراة الزمالك مع طلائع الجيش، انتصار بهدفين ونفس السيناريو. زيزو يسجل ضربة جزاء وبعديها زيزو يصنع لعمر السعيد اللي بيسجل. 2-0، 6 نقاط للزمالك. شفت ازاي لقاء النهارده؟ لقاء، اولا عايز اقول معلومة عن نادي الزمالك. نادي الزمالك من مباراة النادي الاهلي في ابريل اللي النادي الاهلي كسب 2-1 في الدوري، لم يهزم. أيوة، حتى 25 مباراة على مستوى الافريقي او مستوى الدوري. نادي الزمالك، وبنقول الله اكبر بسم الله ما شاء الله، عشان يقول لك احنا بنو ماتش اللي جاي مع الاهلي. نادي الزمالك لم يهزم في اخر 25 مباراة من بعد مباراة النادي الاهلي. دي حاجة كويسة. نادي الزمالك، يمكن انا المرة اللي فاتت لما كنت قاعد معاك هاني قلت لك الفرقة اللي فنشت الموسم بنفس المستوى اللي بدأت بيه الموسم السنة دي. أيوة، يعني فرقة واقفة على حالها. بيعجبني ان هو المدير الفني بتاعهم بيقرا المنافس. يعني النهارده مثلا هو شاف طلائع الجيش، طلائع الجيش المباراة اللي فاتت
اللي هي اتغلب فيها 3 من البنك الاهلي، عنده مشكله كبيره دفاعيه. فكل الناس توقعت اللي هو هيبتدي بالجزيري وباوباما. ابتدى بعمر السعيد ليه؟ عشان خاطر الكور العاليه دي كلها اللي كانت مشكله لطلائع الجيش الماتش اللي فات. تمام. وابتدى بمصطفى فتحي. صح. اللي هو عنده حته المراوغه والحاجات دي كلها. فواحد قاعد قاري الفرقه اللي قدامه. فدي برضو بتبقى ميزه في اي مدير فني، اللي هو عنده اللعيب المناسب في الوقت المناسب والماتش المناسب يعني. أي. فدي سمه في كارترون. فنادي الزمالك كسب مباراتين عن جداره. وعايز اقف بس عن طلائع الجيش. اتفضل. طلائع الجيش فنش الموسم ببطوله اللي هي بتاعت السوبر بتاع او بدايه الموسم الجديد اللي هو سوبر النادي الاهلي. عندي حاجتين لازم اتكلم فيهم. ما زال الطابع المصري اللي هو بعد القمه او بعد انتصار او بعد انجاز بيقع، ودي مشكله. المستوى طلائع الجيش اعتقد اللي هو اتاثر جدا جدا بالبطوله اللي خدها. اللي ساعده على كده كمان ان عنده الحته الهجوميه هو بيعاني منها دلوقتي. ليه بقى؟ لما تيجي تقول عمرو جمال وتقول ناصر منسي وتقول الثالث اللي هو عمرو مرعي، دول مشيوا من نادي طلائع الجيش. مين اللي دخل مكانهم؟ جون انتوي وكريم الطيب وخالد المغربي. لما تيجي تشوف هو المغربي. صح. لما تيجي تقارن الثلاثه كقوه هجوميه في طلائع الجيش هنا وهنا، لا الثلاثه اللي مشوا اقوى كتير جدا وفاروا عملوا الفارق مع نادي طلائع الجيش. لكن فرقه واقفه على حالها. برضو احمد علاء واللي مشي من واسلام جمال الاثنين السردباكين الاثنين مشوا. فاللي مشوا اللي جم مكانهم مش بقوه. تمام. الناس تمام. موجوده، لكن برضو ما من الفرق اللي انت ما تقلقش عليها. من الفرق عشان كده هم الانتصار اللي حصل والانجاز اللي حصل برضو لعيب المصري زي ما النادي الاهلي برضو لما خد بطوله افريقيا وريح شويه. صح. بعد البطوله كابتن بسيوني قال انه يعني اتعودنا ان كل موسم بدايتنا بتبقى بفقدان نقاط وبنفوق بعد كده. برر الخساره النهارده وخساره البنك الاهلي بانه دايما بداياتنا ما بتبقاش حلوه لمده سنوات سابقه كتير. ده تصريح ذكي عشان ما اللعيبه يعني اللعيبه يبقى عندها حصل قبل كده. حصل قبل كده اللي احنا وقعنا بس وقفنا على حلنا تاني. ده تصريح ذكي من كابتن حبيب بسيوني. يعني ما يقدرش يقول اللي احنا غلطنا وعملنا اللعيبه تقع منه. تمام. كارتيرون بعد المباراة قال إن بجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة، واتكلم على إني ما كنتش بقول إن الأهلي هو المرشح الأول، أنا بقول إن الأهلي مضغوط بسبب إن الناس شايفاه المرشح الأول بسبب الصفقات اللي عملها. ده في تفسيره لتصريحات اللي اتقالت اليومين اللي فاتوا. شايف إيه المفاجأة اللي ممكن يعملها كارتيرون في مواجهة موسيماني؟ ودلوقتي بتكلم معاك بقى عن القمة اللي جاي يوم الجمعة كابتن علاء. لا المفاجأة ما أعتقدش، لأن هو يعني هو بيغير، ما بيغيرش سيستم. بيغير اماكن يعني. ده مكان ده. فاكيد هيتفرج على النادي الاهلي. شايف نقاط القوه في النادي الاهلي ونقاط الضعف. عشان كده بقول لك كارتيرون بيعرف يقرا المنافس. ايوه. ومتوقع اللي هو ممكن يعمل فعلا مفاجاه، لكن ايه المفاجاه الله اعلم. يعني ما اقدرش اجزم بيها، لكن هتبقى في تشكيل. مش في سيستم. تمام. في تشكيل اللي هو عمل كده السنه اللي فاتت في تكتيك في المباراه اللي هو لاعب نص ملعب وضغط في نص الملعب واتغلب. تمام. ما اعتقدش اللي هو هيرجع للسيستم ده. هو خلاص هو ماشي كويس. خد بطوله الدوري بنفس التكتيك وبدا الموسم برده كويس، فاعتقدش هيغير افراد بس. فاركو خساره ثانيه على التوالي. والمنتصر المره دي هو بيراميدز اللي بيكسب للمباراه الثانيه على التوالي عشان يبقى زيه زي الاهلي والزمالك على صداره الترتيب. هل بدايه بيراميدز بتقول انه هيواصل المنافسه للنهايه ولا ما نقدرش نحكم دلوقتي؟ لا ما نقدرش نقول. لان انتصارات بيراميدز بصعوبه. يعني لكن انتصار.
على فكره النهارده عبد الله السعيد وصل ل 117 هدف. مظبوط. ناقص له 5 تجوان على كابتن مصطفى رياض. كان سجل 122 هدف في تاريخ الدوري في الدوريات المصريه. هو الموسم اللي فات عبد الله دخل نادي ال 100 وبعديها زود عليهم النهارده خمس اهداف، او لو جاب 6 اهداف يبقى هو الرابع على مصر. اللي هو كان الاول كابتن حسن الشاذ الله يرحمه، وبعدين كابتن حسام حسن، وبعدين كابتن رزوي، وممكن يخش عبد الله السعيد لو لسه الدوري طويل. انجاز كبير برضه. طبعا طبعا يعني. فاعتقد ان بيراميدز، انا قلت لك في اول موسم مع ايهاب جلال هيبقوا شخصيه كاركتر كابتن ايهاب مقنع للعيبه وليه ستايل كده، اعتقد اللي هم السنه دي مباراه عن مباراه هيفرقوا يعني. طيب قبل ما اروح لمباراه الاسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وانتصار سيراميكا كليوباترا 2-1، لان عندي كلام واسئله عن الفريقين، هستعرض مع حضرتك بيان عن كره السله اصدره الزمالك، قال فيه نفس ما ذكرناه لحضراتكم منذ قليل. وجاء بيان الزمالك بخصوص مباراه السوبر امام الاتحاد السكندري غدا كالتالي: انه في اطار سياسه المصارحه والشفافيه التي اتبعتها اداره النادي مع جمهوره العظيم، فانها تعلن الحقائق بشان الفريق الاول لكره السله بالنادي فيما يلي: فاز الفريق عن جدارة ببطولة الدوري العام 2021 وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي أقيمت تحت رعاية NBA للمرة الأولى، ومن ثم تأهل لبطولة العالم للأندية المقرر إقامتها هذا العام بين قوسين في فبراير. التزاما بالدور الريادي لنادي الزمالك، وافق على انتقال اللاعب مهاب ياسر للاحتراف بدوري الجامعات الأمريكي حرصا على مستقبله العلمي والرياضي رغم كونه أحد أهم اللاعبين بالفريق. انضم للمنتخب الاول عدد كبير من لاعبي الفريق، تعرض للاصابه منهم اللاعبان عمر هشام وانس اسامه، وهو افضل لاعب في مصر خلال الموسم الماضي، اضافه الى تدهور المستوى البدني للاعب مصطفى كيجو لعدم المشاركه خلال المعسكر. افتقد الفريق عددا كبيرا من القوام الاساسي للاعبيه، وتعذر عليه تعويضهم بسبب لائحه الانتقالات التي تحول دون ذلك، وقد حاولت اداره النادي اقناع الاتحاد المصري لكره السله بالعدول عن اللائحه المذكوره دون جدوى رغم مشروعية وعدالة الطلب. لم يبادر الاتحاد المصري لكرة السلة إلى تحمل تكاليف علاج لاعبي الفريق الأول بالنادي التي جرت إصابتهم أثناء المشاركة بمعسكر المنتخب رغم أنه يجب عليه ذلك، ومن ثم سارعت إدارة النادي إلى تقديم كل سبل الدعم للاعبين، ومن ذلك الإعداد لسفر اللاعب أنس أسامة للعلاج بأفضل المراكز الطبية المتخصصة بالخارج لحين تسوية الأمر مع الاتحاد. تدارست إدارة النادي موقف مباراة السوبر مع نادي الاتحاد في ضوء تقرير الجهاز الفني والطبي للفريق، وخلصت إلى أن المباراة تمثل بطولة شرفية، ومن ثم فإن الأولوية تقتضي المحافظة على القوام الرئيسي للفريق واكتمال شفاء بعض المصابين استعدادا للمباريات الحاسمة في بطولة الدوري، ومن ثم قررت خوض مباراة السوبر بفريق النادي تحت 20 سنة. وأخيرا فإن إدارة النادي تهيب بالاتحاد المصري لكرة السلة اتخاذ خطوات عاجلة تحفظ مصالح الأندية واللعبة بصفة عامة، ومن ذلك تحمل تكاليف علاج اللاعبين الدوليين وإتاحة الفرصة بشكل استثنائي لقيد لاعب بديل لمن يصاب منهم أو ينتقل إلى أحد الدوريات العالمية. طيب رقم واحد في القصة دي هو أنه نفس ما ذكرناه من شوية في الماتش قاله الزمالك في بيان مفصل في بخصوص اشراك لاعبي الفريق الناشئين في مواجهه الاتحاد السكندري بكره مباراه السوبر، وسماها شرفيه احنا كنا سميناها استعراضيه. رقم اثنين هو اني بضم صوتي لصوت الزمالك في انه قصه انس اسامه تحديدا ما ينفعش كانت تقعد طول الفتره اللي فاتت بالشكل ده ما بين الزمالك واتحاد كره السله، وهو المسؤول الاول اتحاد كره السله، لان اللاعب اصيب في بطوله افريقيا مع المنتخب. فانه ده يقعد يقول انت اللي ادفع او انت اللي ادفع لحد ما الزمالك يقرر بعد ما اتاخر يلم فلوس فيروح يصفر اللاعب لغايه ما يسوي مع الاتحاد، هنا المتضرر رقم واحد هو اللاعب اللي كان عنده رحله احتراف هيتضرر منها كل يوم تاخير اصلا في علاج اللاعب انتوا مسؤولين عنه اتحاد كره السله المصري. رقم ثلاثه اني بحيي اداره نادي الزمالك ان هي كانت صريحه في الوقت اللي الناس كانت توقعت ان الزمالك مش هيلعب ماتش بكره بسبب طرد كيجو، فالزمالك هيبقى معترض، فالزمالك قال لا، كان ممكن يروح واخدها بالسكه دي ويقول انا معترض فهلعب بالناشئين، لا هو قال ان انا عندي مشكله واحد اثنين ثلاثه والبطوله دي بالنسبه لي الاهم منها هو اللي جاي فهركز فيه. فانا بحيي اداره الزمالك ان هي صريحه حتى وان ستنتقد على هذا التفكير، حتى يعني لو ده حصل فانا بحييهم على صراحتهم. اخيرا لقاء من لقاءات اليوم كان سيراميكا كليوباترا والاسماعيلي، وانتصر
اصحاب الارض سيراميكا كليوباترا على الاسماعيلي بنتيجه 2-1. كابتن علاء اهلا بيك مره ثانيه، وحشتني الحبه دول. انتصار للسيراميكا كليوباترا بعد ما كان تعادل مع الجونه على الاسماعيلي اللي المباراه الثانيه على التوالي بيخسر، شفت ازاي؟ طبعا السيراميكا عمل جيم عالي جدا. الحاجه اللي انا لاحظتها اللي هو السنه اللي فاتت كان كابتن هيثم كان شفنا الفرقه في اكتر مباراه كان عندهم اخر تلت ساعه دي السيراميكا، ودي حاجه تحسب للمدير الفني. النهارده لو تبص على اخر تلت ساعه كان في امكان سيراميكا اللي هي تجيب بدل جون الفوز جون واثنين وثلاثه. فدي دي اللي انا شايفه فيه، لازم كل مدرب يا كابتن تقول ايه الحاجات الايجابيات اللي فيه. فرقه سيراميكا من الفرق اللي هي اخر تلت ساعه بتبقى قادره توقف على حيلها وتقدر حتى لو مغلوبه بتقدر تعوض او تكسب. اعتقد اللي هو برضو زي ما اتكلمنا في الاول على محمد شريف، انا برضو ناس كتير تقول لك ايه ده شادي ده لعيب كويس ليه ما يبتديش. تمام، برضو فكر وسياسه مدير فني اللي بقى عنده على الدكه بره عنده البديل اللي هو يقدر يغير النتيجه. شادي لعيب هايل من السنه اللي فاتت، كل يعني نال اعجاب الناس كلها. لعيب مميز، لعيب بيعرف يجيب جول. ليه طريق بس انا كنت سامعك بره بتقول على شرونجو بتاع ايوه عايز اسمع انا رأيك. في انا عجبني الكومنت بتاعك جدا جدا جدا. ده في تصرفات في مواقف كده في المباريات اقول يا جماعه ده ازاي ده لعيب كوره بامانه. وفي مواقف يعني تقول ايه ده يا ابن الذين ايه الحلاوه دي. بجد بجد انا قاعد بره قلت هاني بجد برافو عليك انت لماح. لا في مواقف حتى في الجاريه ايوه في ترقيصه واحده اقول يا جماعه ازاي بيلعب في نادي الاسماعيلي. ومره واحده بص دي الكره اللي في القايم دي استلمها حلو ولعبها بالرجل الثانيه حلو في القايم، هتلاقي بقى شويه هتلاقي موقف اقل منه وهو في السيتكس يارد شاطها في اخر الدنيا وواحد ضد واحد مش عارف يجيب جون. يعني في الماتش اللي فات اللي هو بتاع النادي الاهلي تقريبا هو راح واحد ضد واحد وهو الجون مش عارف عمل بيها ازاي. ماتش الزمالك اخر الموسم او ماتش الزمالك سوري ماتش الزمالك تمام. انا عجبني الكومنت جدا. انا بقى هنا عايز اقف هنا هاني بقى. بص لا قبل ما يروح الحكم للفار محمد معروف ارجع كام ثانيه لا يكمل بس. لا يكمل عايز يكمل يكمل تمام عايز لا عايزه يكمل موقف الحكم لما كان بيتكلم مع اللعيب. لا قبل ما يروح للفار كان متعصب جدا يعني. اللعيب بيقول له يا كابتن انا مزقوق و لا لقيته متعصب جدا وماشي ورا اللعيب زي ما اكون يعني كان موقف غريب جدا. لا عشان باسم كان منفعل. لا هي دي الملخص ده الملخص اللي لا ما جاش لكن حظر. هو حظر. باسم كان منفعل فغالبا ده رد فعل من معروف على باسم انه لا ما تقعدش تعترض بالشكل ده. لا لكن ممكن يبقى اهدى من كده يعني. انا الصغر اهي اهي شفت دي يعني دي لا حتى مهما كان هو بيلعب بيمينه بس دي مظبوطه على شماله. لا خلاص انت خلصتها بقى هو يعني لو عايز يعني ايه اتفضل وانا بقول لك انا يعني دي مش سوء حظ اصل جبت ساعتين ان انا اقول كده خلي بالك. انا اتبسطت ان حضرتك واخد بالك من نفس اللي انا لا واخد بالك المثال اللي فاتت. ايوه مظبوط. انا في مواقف بقول يا جماعه ازاي تلعب في النادي الاسماعيلي وبعد النهارده عمل جاب جون وعمل واحده جامده جدا وادي الثالثه ده دليل على ان كلامنا صح فعلا يعني. طيب دي بعض طبعا لقطات المباراه. انا عايز استعرض مع حضرتك واخد رايك في الجول الثاني اللي سجله سيراميكا كليوباترا. جول شادي حلو قوي جول يعني اوصفوا لي بقى كمهاجم جميل زي حضرتك ولعيب كبير كابتن علاء هدف شادي حسين اعتقد هي دي اللقطه. هي دي يلا بص مبدئيا الاوفر حلو قوي من محمود نبيل عجبني. بص طيب ده عنده ثقه وعنده مهاره عاليه جدا اللي هو تحت هو بريشر يعني راح بص ضغط عليه اللعيب الاسماعيلي ازاي واستلمها بالشكل ده واستلمها وخدها على رجله الشمال وحطها. لا ده مؤشر ان اللعيب هايل. انا يعني من السنه اللي فاتت يعني بص هو يعني هو في التمويه اللي هو بص اي حد بص راح هوب وقف على وش رجله والتاني. لا انا بعتبره هدف الاسبوع بصراحه. متفق معاك جدا. هدف الاسبوع جون جميل وبحييه جدا في كذا مهاره استخدمها
يعني فكرة التوقيفة باللمة اللي ضيعت لعيب معاه ثم يعني ادي واحدة خلصت عماد حمدي الوضع التاني الطبيعي بقى اللي هو هتلاقي بقى ايه اطول منه واشتراك مع الخصم ويطلع بدماغك مش عارف ايه وبتاع. لا لا بحييه على هذا الهدف بصراحة، بحييه على هذا الهدف، وعايز برضه انتهز الفرصة. انا بحيي فرقة الاتحاد وكابتن حسام حسن، ان هم يا كابتن هاني هم اصحاب مقولة الدوري المثير، إثارة الدوري. بسبب اللي عملوه. بسبب مباراتين الاتحاد، المباراة الأولى اللي هو كان مغلوب فيها أربعة وقدر يتعادل أربعة، ومباراة مباراة فيوتشر امبارح اللي هو الماتش بيروح ويجي بيروح ويجي، وفي الآخر عشان كده الناس بتقول الدوري مثير، الدوري فيه إثارة. السبب الرئيسي هو فريق الاتحاد. بحيي كابتن حسام وجهازه وبحيي لعيبه نادي الاتحاد. لكن استقبال عدد كبير من الاهداف رغم دي لازم انك بتسجل دي لازم يقف عندها. دي لازم يقف عندها. اتفضل. اكبر نادي جايب اهداف 7 اهداف. واكتر نادي هو الاسماعيلي داخل فيه مدافع 6 اهداف. مظبوط. لازم نقف هنا نقول حاجتين. يا اما في خلل دفاعي تمام، لكن هو ممكن يكون كابتن حسام بيلعب جيم مفتوح وعنده ثقه في اللعيبه الحته الهجوميه اللي هو بيعرف يجيب جون، وفي مدربين كده في مدارس كده، خلي بالك فايتسا كان كده في النادي الاهلي. كان فايتسا في النادي الاهلي كده، حسام حسن بيلعب جيم مفتوح وعنده قدره اللي هو بيعرف يجيب جون تمام، عشان كده ممكن ما بيتكش حته دفاعيه كويس قوي. وممكن يكون عنده ديفو في الحته الدفاعيه. لكن دي بتعوض دي، دي بتشيل دي. مفهوم. لكن في الاخر فرقه ممتعه، فرقه بتجيب جون، فرقه بتتعادل، فرقه بتكسب، تتغلب بتجيب جون وتعادل. فبحييهم بصراحة ولهم برافو يعني. من الثلاثة الصاعدين فاركو وفيوتشر لعبوا ماتشين، ايسترن كومباني هيلعب بكرة الماتش الثاني ليه، هيكون بإذن الله مع غزل المحلة. شايف مين أفضلهم؟ فيوتشر وفاركو، وأعتقد إن فاركو فيوتشر في مستوى واحد. فاركو وفيوتشر يفوق بس فيوتشر شويه بالاسماء اللي موجوده. لكن كاداء الفرقه الماتش اللي فات والماتش الماتشين الاولين اللي هو كان ماتش فاركو مع فيوتشر ومع الاتحاد، لسه برضو الانسجام مش قوي. وخلي بالك برضو فاركو لعب مباراتين تقال ورا بعض يعني، صح. فيوتشر والنهارده بيراميدز، النهارده بيراميدز يعني. لكن اعتقد يعني فرقتين ما فيش قلق عليهم يعني. يعني الدوري لغايه دلوقتي ما فيش قلق على بعض الفرق بعد ما نشفتهم برغم النتائج. يعني انا بقول لك طلائع الجيش لكن مش قلقان عليهم. تمام. وبالمناسبه بحيي الكابتن تامر مصطفى، لان ده يعني اخويا الصغير يعني. اشتغل معايا في الاردن واشتغل معايا في السعوديه، ومن المدربين الكويسين جدا. ايوه عايز تكلمني عنه كمدرب، لانه يمكن الكثيرين مش عارفينه كمدرب، فممكن تقول لنا افكاره. كابتن تامر مصطفى من المدربين الهايلين. اولا كان لعيب في نادي المقاولين وكان لعيب في المنتخب الاولمبي. طبعا. وانفصل وخد طريقه في دوري الدرجه الاولى، وفي السعوديه بدأ مسك نادي الشباب عمل نتائج كويسه، ومن المدربين الهاديين اللي هو عنده فكر. وانا ببقى سعيد جدا جدا لما بشوفه في انتصارات وفي نجاحات، بتمنى له التوفيق. ومعاه طبعا يعني بيقولوا بلغه الكوره معاه شيله، لكن صح. انا واثق اللي هو هيبقى قدها ان شاء الله وربنا يوفقه. مباراته اللي جايه مع سيراميكا كليوباترا يوم الخميس ان شاء الله، يوم 4 من شهر نوفمبر الساعه 3. ولكن اللي خسر النهارده من سيراميكا كليوباترا هو الاسماعيلي، المباراه الثانيه على التوالي. ده عصرا ومساء اختير مجلس اداره جديد اللي هو المهندس يحيى الكومي، اتكلم على انه الكابتن طلعت يوسف هياخد فرصه ثالثه وقد يرحل، لانه بياخد فلوس كتير الجهاز الفني، واحنا مش في وقت معوش فلوس ومش في وقت مرض، وان الفرقه لازم تتلحق. وقال ان هو بيميل للجهاز الفني الاجنبي رغم حبه للاستقرار. ايه رايك في تصريحات المهندس يحيى الكومي وفي وضع الاسماعيلي على مستوى امكانيات لاعبيه وجهازه الفني؟ أنا ليا نقطتين أتكلم فيهم. نمرة واحد، أعتقد إن دي السمة اللي موجودة، إن هو المجلس اللي فات جايب جهاز، لا أنا اللي هجيب جهاز. أنا بقولها صراحة يعني فطبعا النتيجة ساعدته اللي هو ياخد القرار ده
واعتقد هو بيوصل رساله للكابتن طلعت يعني. تمام. حاجه ثانيه احتمال تمشي بسرعه، احتمال تمشي او يتحط. طبعا الكابتن طلعت اكبر اللي هو حد يقول له هستناك اللي انا هتشوف هتعمل ايه الفتره اللي جايه، الكابتن طلعت اكبر من كده يعني، بس هو وصل له رساله شيك. تمام. حاجه ثانيه ما اعتقدش ان زعلت منه لما قال معلش مع احترام السيراميكا فرقه من اول امبارح تيجي تكسب. سيراميكا السنه اللي فاتت كسبان الاسماعيلي في الاسماعيليه. تمام. والاسماعيلي كسب في اخر مباراه في الدوري كان مع كابتن ايهاب جلال، كان اخر مباراه في الدوري ليس لها قيمه يعني. لازم يعرف ان دلوقتي الكوره مش اسماء. لازم يعرف ان الكوره دلوقتي فرقه جديده لسه بتتكون، يعني فيوتشر ما لسه متكونه اهي، وفرقه تنافس على في المربع الذهبي. فاركو وبيراميدز من اول شهر يعني. فاعتقد التصريح ده خانه يعني. هو خانه هو. لا يقلل ابدا التصريح من سيراميك كليوباترا. لكن هو غالبا كان الغرض منه يتكلم على تاريخ الاسماعيلي، فانه ما ينفعش ماشي بس ما جرحش. هو غالبا لم يقصد يعني لازم دخلت بالراحه شويه ما عندك حق. لحق التصريح بانه قال طبعا شركه كبيره واداره محترمه، لكن هو الكلمه زي ما بتقول هي خانته المصطلح اللي اختاره. انما في النهايه هو فعلا القدره على اداره النادي سواء بقى كان ليه تاريخ او مالوش هي اللي بتعمل الحاضر والمستقبل. دي المهمه ودي الرساله اللي هو لازم يكون واخد باله منها المهندس يحيى الكومي، لانه التاريخ ده ممكن ينهار اذا لم تكن هناك اداره جيده بتخطط للحاضر والمستقبل. احنا بنتكلم في ماتشين يعني صح. لسه 32 مباراه. النادي الاسماعيلي مش السنه دي المشكله. النادي الاسماعيلي بقاله على الاقل 5 مواسم، خلينا نبقى صراحه، 5 مواسم النادي الاسماعيلي بيعاني. في ديفو، في حاجه غلط. تمام. لكن في الاخر النادي الاسماعيلي بيتلحق. ليه جماهيره وليه شعبيته. النادي الاسماعيلي مش محبوب، مش محبوب من جماهير الاسماعيليه، ده من مصر كلها. صح. يعني يجي يقول لك انا مثلا اهلاوي بس بحب الاسماعيلي، انا زملكاوي بس بحب الاسماعيلي، انا مش عارف ايه. فاعتقد ان الموضوع مش خطير يعني، بس يبقى بالراحه شويه، ولازم يبقى في كده عقلانيه في ما يحدث الفتره المقبله للنادي الاسماعيلي. متفق مع حضرتك جدا، وكالعاده مستمتع جدا بكل كلامك اللي نورتني بيه كابتن علاء نبيل. بنبسط جدا جدا. لا لا بسهر بسهر عشانك والله. شرف ليا والله. نورت الدنيا كابتن علاء. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا ليكم. ولكن قبل الختام، خلال الفتره الماضيه منذ صدور حكم المحكمه القضاء الاداري بخصوص نادي الزمالك والطعن على قرار الوزير بايقاف مجلس الاداره، كان هناك تواصل ما بين اللجنه المديره حاليا للزمالك مع وزير الشباب والرياضه، اللي من وقتها ما كانش في مصر الا امبارح بس، ومن مصر كمان او من عمان قادما الى الاقصر، كان ما بين دول عربيه ودول اوروبيه في عده سفريات. تواصل مسؤول نادي الزمالك واللجنه الحاليه مع الوزير مطالبين اياه بان يجتمعوا به غدا لتحديد مصيرهم وتحديد موقفهم وتحديد هل وضعهم دلوقتي قانوني ولا لا، ما هي الفقرة المقبلة اللي هيحصل، هل هيعود المجلس المنتخب، هل هيستمروا، هل هيتمد ليهم، هل هتتعمل انتخابات. كل ده طلب من وزير الشباب والرياضة أن يوضحه للإدارة الحالية في اجتماع من المحتمل أن يقام غدا إذا وافق على طلبهم بالاجتماع يوم الاثنين. شكرا لكم، نورتونا كالعادة. بكرة إن شاء الله لقاء جديد الساعة 11 على شاشة صدى البلد، فتحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت. إلى اللقاء.